طبعاً رموز مصر مهمين جداً، ومصر الحقيقة زي ما بنقول الجملة مصر ولادة، ده أكيد وعلى مدى العصور. رموز مصر قدروا إن هم كل واحد كان بيعبر عن مصر، بالذات الرموز الفنية بيعبر بتفكيره، بمعايشته، بإحساسه، بوجوده في الشارع المصري. بتكلم كده ليه؟ لأنه القناة الوثائقية المصرية الحقيقة بتحضر مجموعة من الأفلام الوثائقية المهمة اللي بتقدم فيها رموز مصر، ولكن بشكل يعني مش بس توثيقي، لا بشكل تقدر الأجيال الحديثة الآن تتعرف عليها، لأنه مش بالضرورة أن كل الأجيال بالذات أجيال الشباب ما عاشتش مثلا كل الأعمال اللي قدمت من الرموز. فبالتالي الأجيال الشابة لما تشوف بقى هذه الأعمال وتشوف الرموز هيبقى برضو في فرصة أنها تتعرف أكتر عن رموز مصر. وقفنا عند يعني اللي هنشوفه قريبا على القناة الوثائقية، فيلم خاص بالكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة. لما تسمع أسامة أنور عكاشة على طول لازم هيجي في بالك المصريين والهوية المصرية. ليه الهوية المصرية؟ قدر أسامة أنور عكاشة يغوص في الشخصية المصرية وينقلها كل شخصية كان بيقابلها أو بيشوفها أو مثل تاريخ مصر حتى وإن كانت بسيطة. فأنت بتتكلم مثلا عن أجزاء مختلفة من الشهد والدموع، ليالي الحلمية، زيزينيا، دي أجزاء يعني مسلسلات أجزاء كانت بتتكلم عن تاريخ مصر، إلى المسلسلات الأخرى اللي قدمها يعني امرأة من زمن الحب، ضمير أبلة حكمت، كمية من الأعمال قدمها أهالينا، أنا وإنت وبابا في المشمش، عصفور النار، أبو العيلة البشري، واحد واثنين، مسلسلات كتيرة جدا المصروية. أسامة أنور عكاشة هو الحكاء المصري الخاص بالبيوت. بالبيوت ليه؟ لأنه يمكن التألق الشديد، رغم طبعا قدم في السينما أكتر من عمل، ولكن التألق الشديد كان من خلال الدراما التلفزيونية. تقدر تقول عليه عميد الدراما التلفزيونية في الكتابة، وتقدر ترجع لكل مسلسلاته وتشاور تقول أيوة الحلمية ده كان تاريخ مصر فعلا، زيزينيا دي الأحياء اللي موجودة في اسكندرية واللي ليها تأثير. فأشياء جميلة جدا هتبقى موجودة من خلال الفيلم الوثائقي اللي فيه شهادات كتيرة من الفنانين والفنانات والمخرجين وكل من عمل مع الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة في شهر يوليو هتتألق على شاشة الوثائقي. طيب نبدأ بقى برنامجنا ونشوف كده أخبارنا بتقول إيه. كل واحد مننا ماشي، احنا عارفين في ايده موبايل، يعني بقى الموبايل جزء من الايد، يعني انت احيانا ما بتشوفش ايد واحده كده فاضيه. كلنا تقريبا بقينا طول الوقت عايشين بالموبايل، والموبايل لما بننساه بيبقى في نوع من الهوس، لو انا نسيت الموبايل، انا نسيت اللابتوب. الموضوع ده ليه؟ الموضوع ده بقى فعلا بيمثل ادمان وبيعطل ناس كتير بشكل كبير. في ناس بتقدر تتحكم، في ناس بتقدر شغل والموبايل يتقفل او يبقى على جنب، وفي ناس ما بتقدرش، بيبقى عندها الهوس ده خلاص، عايزه كل ثانيه تشوف ايه اللي بيحصل. من يومين لفت نظري خبر في الحكومه الهولنديه، والحكومه الهولنديه يعني قالت ايه، حذرت تماما استخدام الموبايلات في المدارس بسبب تعطيله للعمليه التعليميه. أنا عجبني جدا الخبر ده، لأنه كمان السن الصغير والطلبة الهوس اللي موجود عندهم بالموبايل والحاجات اللي بيلعبوا بيها والحاجات طبعا شكل كبير وبياخد وقت فظيع. كل ده كمان يعني أكيد في جانب إيجابي في الموبايل أكيد، لكن عجبني بقى جانب إيجابي أكتر الحقيقة كمان عندنا، هو قرار وزارة الأوقاف. ماذا قررت وزارة الأوقاف؟ قررت بمنع استخدام المحمول واللابتوب الشخصي، يعني تليفوني شخصي اللابتوب بتاعي ما استعملوش أثناء العمل في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية. ودي تحية كبيرة وخطوة مهمة جدا، أتمنى أن كل الوزارات الخدمية تمشي على نفس النمط. ليه؟ لأنه أكيد الموظف هيبقى مركز لو موبايله الخاص مش موجود معاه، وأكيد هيبقى مركز لو اللابتوب مش عليه المسلسلات اللي قاعد يتفرج عليها أو الشات أو الصور اللي بتتبعت أو الحاجات، فهيبقى عنده وقت يركز في الوزارة بتاعته. مزيد من التفاصيل على هذا القرار مع دكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف. مساء الخير دكتور عبد الله. مساء الخير على حضرتك يا أستاذة، ومساء الخير على السادة المشاهدين. يعني أنا عجبني هذا القرار جدا، إيه السبب اتخاذكم لهذا القرار خصوصا وأنتم هتكونوا موجودين في العاصمة الإدارية جمهورية جديدة، في كده رؤية تانية للعمل بشكل جدي؟
نعم ده صحيح. اولا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. خليني اكد مع حضرتك على كام نقطه كده مهمين جدا، واحيي استعراض حضرتك للنقطه اللي حضرتك طرحتيها بالخبر بتاع الحكومه الهولنديه ومنع الموبايل في المدارس. خليني انطلق من النقطه اللي حضرتك طرحتيها دي الى ان الدوله المصريه الان في انطلاقه حديثه وانطلاقه جديده نحو المستقبل، وفي عندنا تحديث نظم الاداره في ظل الجمهوريه الجديده. بدات وزاره الاوقاف في العمل الرسمي من مبنى الوزاره بالعاصمه الاداريه الجديده الثلاثاء الماضي، وتم اتمام نقل جميع العاملين وجميع الخدمات اللي كانت الوزاره بتقدمها في باب اللو انتقل تقديمها لمقر الوزاره في العاصمه الاداريه الجديده. وبالمناسبه دي اكد السيد الوزير في اكثر من اجتماع وفي اخرهم الاجتماع الاخير على ان جميع طاقم العمل سوف يبذل قصارى جهده في تحقيق الرساله المنوط بها العمل في وزاره الاوقاف من خلال استخدام طبعا النظم الحديثه اللي بقت موجوده في العاصمه الاداريه الجديده، وفي ضوء ما توفره الدوله من تجهيزات للمباني الحكوميه في العاصمه الاداريه الجديده، فكان واجب على الجميع ان هو يلتزم. في هذا الضوء اصدر الوكيل الدائم عدد من التعليمات، منها قصر استخدام الموبايل في الامور الشخصيه الا الامور الطارئه. يعني حضرتك طول ما حضرتك في مقر العمل الموبايل استخدامه يكون لصالح العمل فقط، واذا كان في امر شخصي يكون عند الضروره فقط. تمام. الى جانب ايضا استخدام اللابتوب الشخصي بتاع حضرتك هيتمنع استخدامه داخل مقر الديوان العام، لان حضرتك داخل الديوان هيكون ليك جهاز مخصص من قبل الوزاره متاح عليه جميع الداتا بتاعه الشغل اللي حضرتك متاح ان حضرتك تشتغلها، فيما عدا ذلك تم منعه تماما في ديوان عام الوزاره، لان احنا اكدنا ان النقل ده نقله نوعيه في نظام الاداره وفي نظام العمل وسيستم العمل، وكمان والناس كمان تركز، لانه على فكره دكتور عبد الله الموبايل بياخد من طاقه الناس، والناس مش حاسه ده لما الناس بتقعد مركزه في وقت طويل، هو بياخد من الطاقه بتاعتهم، فاحسن ان هو يبقى ذهنه صافي، يبقى عنده وقت ممكن يعني يبقى عنده شغل اكتر، يبقى عنده تحديث لشغله اكتر، فهيبقى عنده اكيد فرص اكتر. بالظبط بالظبط، احنا عايزين الموظف يستغل طاقته ويستغل كامل الوقت المتاح في انجاز الاعمال، اولا لان الوقت اللي موجود فيه انت داخل العمل ده وقت ملك للدوله، فحضرتك صحيح يعني كلام حضرتك ده اكيد في الوقت المخصص لذلك، فيما عدا ذلك طبعا هيكون في الا لو كان في امر طارئ او في امر يوجه به المدير المباشر سواء السيد وكيل الوزاره او السيد الوكيل الدائم في بعض الاعمال فلا باس في ذلك. أكيد. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الثقافة الأوقاف، كل التوفيق بإذن الله في هذه القرارات اللي ليها صالح العمل. عايزة أقول لكم حاجة، إنه فكرة عدم استخدام الموبايل حتى وإن كان بصوت عالي كمان مطبقة فين مش هتصدقوا، مطبقة في عربيات القطار في بريطانيا، يعني في عربيات داخل القطار تلاقي علامة الموبايل ممنوعة، وممنوع كمان إنك تتكلم، يعني لو معاك موبايل لا تشغل السماعة اللي بيبقى صوتها عالي فالناس كلها سامعه، وحضرتك كمان تتكلم دي عربيه كلها صمت، فهي فكره انه نهدأ قليلا ونعمل كثيرا هي دي افضل الافكار، ويبدو انه العالم هيبدا يحارب هذه الصخب الشديد اللي بقى موجود في حياتنا. فاصل قصير نعود ونواصل معكم باقي فقراتنا الليله في خميس التاسعه، عودوا الينا. لسه كنا بنتكلم عن الهواتف المحمولة، وبنتكلم على إزاي ممكن يكون لها تأثير سلبي. النهاردة أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضبط طالبة قامت بالغش الإلكتروني أثناء تأدية امتحان الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى،
وذلك عقب ثواني معدودة من قيامها بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول. تم على الفور التحفظ على جهاز الهاتف المحمول المستخدم وعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة والتحقيق مع الطالبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. الحقيقة الخبر يعني مزعج، مزعج من أكتر من حاجة، مزعج كمان من يعني إنه طالبة وإنه هي داخلة وعاملة كل هذه محاولات الغش وفي النهاية تغش بالطريقة دي. يعني هي فكرة الغش نفسها لازم نتكلم فيها، الأسرة تتكلم فيها، مدرسة تتكلم فيها، والأسرة أكتر، لأنه لازم نربي ولادنا بإنه الغش ده يعني أنت طب يعني استفدت إيه؟ يعني هي فكرة ان انا انسخ من اي حاجة، وبعدين بالتالي الغش ده عامل زي السرقة. فيعني مش معنى ان انا غشيت سؤال ولا سؤالين ولا ثلاثة او الامتحان كله ان انا شاطر بقى وقدرت يعني اضحك على المراقب واضحك على العالم كله وابقى انا. فانتوا شايفين الصورة الطالبة وهي بتصور بالموبايل، هي دي كمان الاستخدامات، واضح يعني ان هي حتى عندها من الجرأة الشديدة داخل اللجنة، ولا في احترام للجنة وفي طلاب وراها. يعني دي رفع الموبايل وبتصور وطبعا بتبعتها عشان حد يرد عليها بالإجابة. يعني ده مش معقول يعني، وأنا ببقى حزينة جدا لأنه الطالبات الحقيقة وبالذات يعني بيبذلوا مجهود وشاطرين وبيطلعوا من الأوائل. فدي الحقيقة يعني رمز سيء جدا، ويعني ربما الواقعة دي يعني تكون درس كبير جدا، لأنه هيكون عندها تحقيقات كتيرة، لأن في قانون الحقيقة حيال الغش. فيعني تكون يعني درس، وإن كان عقابه هيكون شديد جدا بس هيبقى درس عمر، يعني لأنه الغش مش حاجة سهلة أبدا. طيب تعالوا بقى نروح ليه يعني عالم الآثار بتاعنا. احنا عارفين مصر كمية الآثار اللي عندنا، وخصوصا الآثار اللي يعني خرجت خارج مصر واللي يعني بنحاول نستردها. والحقيقة وزارة الآثار طول الوقت بتحاول حصر وجمع الآثار اللي موجودة اللي ممكن يعني تستردها بطرق، بشتى الطرق. تسلمت مصر إحدى القطع الأثرية الهامة من دولة سويسرا، وهي يعني مجسم لجزء رأس رمسيس الثاني، يعني جزء من رأس رمسيس الثاني، والذي خرج من الموقع الأثري زي ما انتوا شايفين الصورة اهي، ده جزء منه. وطبعا هو خرج من الموقع الأثري بتاعه بطريقة غير شرعية. بيعود تاريخه يعني شايفين، هقول لكم رقم السنة، التاريخ بيعود إلى أكثر من 3400 عام. فانت بتتكلم على 3400 عام قطعة أثرية مهمة جدا بالنسبة لنا، ومصر بتسترد جزء من هذه القطعة. خلينا طبعا وإحنا أمام إن شاء الله افتتاح كبير للمتحف الكبير، فيعني مهم جدا إنه كل القطع الأثرية المصرية تبقى موجودة وتبقى وتعود إلى موقعها وبلدها وموطنها الرئيسي. مزيد من التفاصيل هتكون مع الأستاذ شعبان عبد الجواد المشرف على إدارة الآثار اللي بيتم استردادها بوزارة السياحة والآثار. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك يا أستاذة شفقي وعلى السادة المشاهدين. يعني كلمنا عن الاسترداد وبدأ ازاي، ويعني ازاي تم الاسترداد والتفاوض مع سويسرا. في الحقيقة طبعا زي ما حضرتك تفضلتي في المقدمة، بشكر حضرتك عليها، وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع كافة جهات الدولة بتقوم في هذا الملف بدور كبير جدا. يعني يكفي ان انا اقول لحضرتك ان مصر نجحت في الفترة من 2011 وحتى السنة دي في استرداد اكتر من 29300 قطع اثرية، وده رقم كبير جدا جدا جدا. مصر نجحت في استرداده في فترة قليلة جدا من عدة دول. يعني هدي حضرتك على سبيل المثال الولايات المتحدة الامريكية، مصر استردت الكثير والكثير من القطع الاثرية. يعني يأتي على رأسها التابوت المذهب للكاهن نجم عنخ، وده تابوت جميل جدا من مغطى بالذهب، وده يزين متحف الحضارة في الحضارة المصرية في الفسطاط. أيوة. استردينا مجموعة كبيرة جدا من القطع الأثرية الإسلامية، مجموعة كبيرة من القطع الأثرية المصرية، استردينا من سويسرا، من إنجلترا، من فرنسا، من أسبانيا، من الدول العربية زي الأردن، من الكويت، من الامارات العربيه المتحده، من المكسيك، من كثير وكثير من الدول العالم. استردينا مجموعه كبيره جدا من القطع الاثريه.
بالنسبه للقطعه اللي حضرتك بتتكلمي عليها هي سرقت وقطعت من احد المعابد في مدينه ابيدوس في سوهاج، محافظه سوهاج، في نهايه الثمانينات وبدايه التسعينات القرن الماضي. لكن مصر قريب. مصر فضلت احنا فضلنا متابعين القضيه دي لفتره طويله جدا، والقطعه دي وعملنا لها تراكنج في اكتر من دوله ذهبت اليها وتحركت من دوله لاخرى، واحنا نتابع الملف الى ان استقرت في دوله سويسرا. وعشان في بيننا وبين دوله سويسرا اتفاقيه في مجال مكافحه الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافيه اللي تم توقيعها ما بين وزاره الاثار والسلطات السويسريه في 2010، الحمد لله بعد مجهودات قامت السلطات السويسريه بتسليم هذه القطع الاثريه النادره الى سفيرنا في بيرن السفير وائل جاد، وتم تسليمها يوم 3 يوليو الجاري. طب انا يعني بما ان حضرتك مختص بالاثار المستردة، يعني عايزه اعرف دلوقتي لما بيتم استرداد قطعه زي دي، طبعا راس رمسيس الثاني حاجه مهمه جدا، بيبدا بقى يبقى في نوع من انواع الصيانه، بتروح بيبقى هتروح فين، هتبقى موجوده فين دلوقتي عندنا المتحف الكبير، ولا هيبقى لها مكان تاني؟ سؤال حضرتك سؤال جميل ومهم جدا. في الحقيقه طبعا احنا عندنا مجرد القطع الاثريه ما بتصل الى حدود جمهوريه مصر العربيه وتصل الى مصر يتم ادخالها مباشره الى الصيانه، لانها تم تداولها من يد الى اخرى، فيتم عمل الصيانه والترميم اللازم لهذه القطع، ثم تعرض على لجنه في وزاره السياحه والاثار اسمها لجنه سيناريوهات المتاحف. كل متحف من المتاحف له سيناريو خاص به. طبعا كل قطعه يتم يعني عرضها على هذه اللجنة ويتم توزيعها على المتحف أو على السيناريو الذي يليق بها. فهناك قطع أثرية مستردة معروضة في متحف الأقصر، في متحف شرم الشيخ، في متحف الغردقة، في المتحف المصري بالتحرير، في متحف الحضارة المصرية، والكثير والكثير من القطع الأثرية. وهناك بعض القطع الأثرية يمكن أن، وخصوصا لو كانت مقتطعة من معبد من المعابد، يتم عودتها إلى يتم ترميمها في مكانها الأصلي بعد أن يتم عرضها على لجنة سيناريوهات المتاحف. يعني إذن بيبقى في خطة عمل بتبقى يعني موجودة للقطعة اللي بتعود لحد ما تكون يعني تبقى في مكانها اللائق بيها تاريخيا والمناسب للمتحف اللي موجودة فيها. ما فيش يا فندم، زي ما حضرتك تفضلتي، ما فيش نجاح بيتم إلا عن وجود خطط مستقبلية وبلان A و B و C. فاحنا في استرداد الأثار عندنا أكثر من خطة لكل قضية نعمل عليها، وعند عودة القطع يتم الاستعداد لها بطرق مختلفة مثل الترميم والصيانة والعرض على سيناريوهات المتاحف والمكان الذي سوف تحفظ فيه مرة أخرى. أكيد. وفي نفس الوقت يتم عرض جميع القطع الأثرية للجمهور التي يتم استردادها، من باب اننا لا نسترد القطع حتى نخزنها في المخازن، ولكن طبعا الناس على الاقل تبقى عارفه ان دي من القطع اللي تم استردادها وعادت الى موطنها الطبيعي. بشكرك جدا استاذ شعبان عبد الجواد المشرف على اداره الاثار المستردة بوزاره السياحه والاثار، اشكرك شكرا جزيلا. طيب احنا هنروح بقى لقريه، بصوا الخبر ده لطيف بصراحه. لطيف في ايه؟ أنا بحب الناس بجد تعمل رياضة، اعملوا رياضة بأي طريقة، يعني أنا بتضايق كتير مثلا لما يقولوا شوف لابس إيه وبيعمل رياضة، البس اللي أنت عايزه بس اعمل رياضة، لأنه الأهم إنك تلعب رياضة. أنا عايزة أروح معاكم لقرية دمسنة، تبع دمسنة دي تبع الإيه؟ إيتاي البارود، فين؟ في محافظة البحيرة طبعا. مباراة كرة قدم مع قدامى اللاعبين بالقرية. قرروا ان هما الاثنين يلعبوا قدام بعض، فارتدوا في وقتها بقى لبسوا سديري جلابيب، يعني شايفين اهي الجلاليب عامله ازاي لطيفه، واجواء مبهجه جدا، ما همهمش هما يبقوا لابسين ايه، هي كانت الفكره ان هما يلعبوا. وطبعا اللبس كان يعني فيه احتفال كده يعني بلبسهم الطبيعي، الجلابيه الطبيعيه والسديري، ويلا يعني شايف الصوره اللي هو هلعب بالجلابيه واجيب الجون ولا يهمني، مش مهم، المهم ان هم يلعبوا. الحماس والصور الحقيقه وهي موجوده مش طبيعيه، اهو جلابيه وبنطلون وسديري، مش مهم، المهم ان هم يلعبوا بشكل جميل. الحقيقه استخدموا اللي نظموا المباراه استخدموا ايه؟ استخدموا عربيه كارو
علشان ينقلوا اللعيبه. والله حاجه لطيفه، والله حاجه لطيفه واجواء لطيفه جدا، فنقلوهم لارض الملعب. ما هو شيء طبيعي، انت موجود في قريه، الكرو يعني العربيات الكرو دي حاجه طبيعيه، والجلابيه مكانها طبيعي، ونقلوا كمان نقلوا اللعيبه اللي تم اصابتهم في العربيات دي. لكن في النهايه تم تصوير المباراه بقى من زوايا كتير وكاميرات حديثه، والحقيقه اجواءها كانت لطيفه جدا. شعب مصري بيعشق الكوره ويلعبها بالجلابيه والسديري وفي اي مكان. الأجواء حلوة ودمها خفيف، والفكرة أكتر من رائعة، هي فكرة إنه يلا نلعب، يلا نعمل رياضة، فيجي عدد من اللعيبة القدامى، وكل واحد بقى أنا كنت بلعب في الدفاع، لا أنا اللي في الهجوم، لا أنا اللي أقدر، أنا الجول كيبر. فرجع إسلام لينا. أستاذ إسلام، كلمني عن الصور المبهجة اللي أنا شايفاها. احنا عندنا مشكله في الشبكه، يعني معلش، يبدو ان هو في نطاق، يعني مش شبكه فيه مش قويه، ولكن زي ما انتم شايفين الصور، حتى في ناس يعني عندها وزن بس عندها رياضه، يعني ولا هممهم. ودي اجواء حلوه. يعني اولا يعني عايزه عمرو رجع لنا في صوره كان فيها شباب صغير، بصوا الشباب الصغير برضو هيبقى مبسوط جدا وهو شايف الجيل الكبير بيلعب كوره وبيعافر. الرياضه حلوه، ودي فكره حلوه، ولو بقت موجوده في اماكن كتير. طبعا دول لاعبين قدامى، ويمكن منهم حد كان يعني عنده شبه كده يعني بيلعب وموجود، فطبعا ده كانت اجواء لذيذه، ويبدو ان دي كانت اجواء عيد رياضيه على طريقه اتاي البارود، يعني فحاجه لذيذه ولطيفه، والناس اتبسطت فيها بشكل كبير. طيب يعني عايزه اخدكم، احنا طبعا متابعين اللي بيحصل في عالم التكنولوجيا، كل يوم بقى في عندك تطوير وحاجات بتحصل ومنافسات شديده جدا. كلنا عارفين انه زي ما عندك يعني فيسبوك انستجرام، وفي تويتر ملوش علاقة بشركة ميتا اللي هي بيبقى فيها فيسبوك وانستجرام، تويتر حاجة تانية. لكن شركة ميتا عملت الحقيقة تطبيق جديد جدا سميته ثريدز، وقررت ان هي من خلال المنصة دي تعمل تواصل اجتماعي نصي ينافس تويتر بشكل عام واضح جدا. والتطبيق ده هيبقى متاح للمستخدمين في أكثر من 100 دولة. طبعا هم لاحظوا أنه التطبيق التاني بيعمل يعني نجاح وبينافسهم، فقرروا أن هم كمان يدخلوا في هذه المنافسة. التطبيق بيسمح للمستخدمين التسجيل مباشرة من حساباتهم. يعني إيه؟ حضرتك عندك حساب على إنستجرام، فأنت على طول بتدخل من الحساب بتاعك تعمل حساب على التطبيق الجديد، وتبقى موجود بالتالي في العالم كله، ومعاك كل متابعينك وكل حاجتك وناسك ومال زي ما انتم شايفين كل حاجة. طبعا هنا أكتر من 2 مليار مستخدم يعني نشط شهريا فتحوا حساباتهم مباشرة على ثريدز على طول، وبدأوا يستخدموا التطبيق بشكل كبير، وبدأ يعني يشتغلوا عليه طول الوقت. المستخدم هنا أنه في كتابة تقدر تكتب منشور يقتصر على 500 حرف، على فكرة 500 حرف ده أكتر من تويتر بكتير، وإمكانية إضافة صور، تحط صور، تحط مقاطع فيديو. ما هو أكيد هو هيعمل تطبيق تاني وشكله حتى مختلف. تعالوا ناخد شوية معلومات أكتر ونعرف هيودينا لفين والمنافسة رايحة فين. دكتور عصام الجهري، أستاذ نظم المعلومات التحول الرقمي. مساء الخير دكتور عصام. مساء الخير، يا أهلا بك يا فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين. إيه اللي هيحصل؟ الخناقة ما بين تويتر وثريدز هتروح لفين؟ هتروح لجيوبهم الشخصية يا فندم، وإحنا مش مستفيدين أي حاجة. بالظبط، إحنا بس قاعدين نتنقل من هنا لهنا يعني. بالظبط. طبعا ده صراع الأباطرة للسوشيال ميديا. شركة ميتا بتساعد مارك زوكربيرج استغلت التخبط اللي بيحصل في تويتر، وبتطلب تطبيق بسيط خالص في شوية إمكانيات زيادة عن اللي موجودة عند تويتر. طبعا بالنسبة لها ما فيش أي تكاليف، الموضوع بسيط خالص. طقم المبرمجين بتوعنا عمل الأبلكيشن بسرعة، عندنا منصتنا وعندنا سيرفراتنا وعندنا الاستضافة بتاعتنا، ما فيش أي تكاليف علينا. عندي الناس اللي موجوده على الانستجرام بقول لهم ببساطه من غير ما تكريت اكونت ثاني، يلا اتفضل
خش استخدم بالظبط، هو كمان بيسهل عليه يعني، لا ويقول له ايه، هو حطيت له كمان حاجه انه انت تعمل فولو اول، يعني كل الناس بتوع ما فيش مجهود اصلا، وده اللي يفسر الانتشار السريع النهارده للتريد عشرات الملايين. يمكن انا لغايه الساعه 4 كنت شايف وصلوا ل 10 مليون، ما اعرفش الساعه دلوقتي 10 ونص وصلوا لكام مليون. فمتوقع ان في صرف الاسبوع الاولاني تلاقي ارقام بالمئات ممكن تكون موجوده في تريد، لكن الاضافه المجتمعيه لهذا التطبيق او اي تطبيقات اخرى في منصات التواصل الاجتماعي طبقا لدراساتي انا لا بتودي ولا بتجيب، بالعكس هي استعمار الكتروني للعالم. صحيح حضرتك، دي تطبيقات بتاخد من جيوب الناس طبعاً. بتاخد من جيوب الناس البسيطه المستهلكه اللي قاعده عندها طبعا، يعني في اخر احصائيه عاملاها داتا بورتال وهوت سويت، عندنا 80 مليون مصري بيستخدموا الانترنت، 50 أيوة. مليون منهم على منصات السوشيال ميديا. 80 مليون مصري يعني يعني في مثلا بتوع حاجه و20 بس، يا حرام. طب يعني دول عايشين في صحه هايله، الحاجه و20 طبعا طبعا طبعا. حضرتك ماذا اضاف ال 80 مليون مصري اللي موجود بيستخدموا الانترنت؟ 50 مليون منهم موجودين على السوشيال ميديا للناتج المحلي القومي، لاهداف التنميه المستدامه، لصحتهم، لاولادهم، لاسرهم، لم يضيف شيء، بل بالعكس اخذ من اموالهم، اخذ من الناتج المحلي القومي، اخذ من وقتنا اللي كنا بنستخدمه، من وقتنا والجهد حضرتك بتاعنا. زمان حضرتك كنت بتروح المكتبه عشان تقراي وتتثقفي، ولما تطلعي على الشاشه تكوني متمكنه. النهارده الشباب الصغير ما بيعملش. بس هقول لك حاجه يا دكتور عصام، ما هو برضو يعني هذه الاشياء احنا بنستخدمها تويتر، بس انا اقدر استخدمها ايجابيا، واقدر استخدم كل التطبيقات ايجابيا، واقدر هي تستخدمني، انا مش عايزاها هي اللي تستخدمني، انا عايزه انا اللي الامر انها فعلا هي اللي بتستخدمنا وتستهلكنا. طيب انا عايزه اسالك هنا سؤال، علشان طبعا احنا متابعين انه تويتر انت عارف اولا الكتابه النصيه عليه اكيد اقل من التطبيق الجديد، فهل ده كان سبب وان هم كمان يبداوا كانوا يبقى في يعني عدد تويتات؟ انت عارف في ناس بتتويت في اليوم مثلا براحته، يدخل كل دقيقه يعمل تويته، فطبعا ده هيقلل، هيبقى عنده عدد محدد من تويتات، وهيبقى فيه كمان فلوس تدفع. فهل ده هنا في الوقت ده قرر مارك ودي المنافسه انه يبدا التطبيق بتاعه؟ سؤال حضرتك جميل جدا، ولو بنتكلم فنيا السنه اللي فاتت زي دلوقتي وفي القناه الاولى وفي برنامج حضراتكم قلنا ان منصات السوشيال ميديا هتبدا تحط رولز وتاخد فلوس بشكل مباشر من المستخدمين غير فلوس الاعلانات والبيانات وخلافه. حصل الكلام ده وبدا ايلون ماسك اول واحد يعمل الكلام ده نتيجه غروره الاداري. حصل. تسبب في ضيق للمستخدمين بتاعه؟ نعم. بدا يحط قواعد للاستخدام على المستخدمين وعايز يحصل عليهم رسوم والكلام ده؟ حصل. هل الكلام ده اثر بالسلب على المنصه بتاعته؟ واضح، لان بقى في نوع من انواع الضيق للمستخدمين. يعني ايه تقول لي احط مجموعه فقط لا غير من التويتات، وانا ممكن كان في اي وقت اقدر اخش واستخدم اكثر من تويته في اليوم الواحد. الاستغلال الامثل اللي عملته ميتا، احنا بنتكلم فني رغم عدم قناعه الكل اللي بيحصل ده اصلا، لانه ما ضفناش حاجه، كان صح جدا من ميتا لما دخلت في وقت كل مستخدمي ال 250 مليون بتوع تويتر متضايقين اوريدي من اداره تويتر دلوقتي. انت بتقول لي خد 200 حرف، طب في منصه ثانيه بتقول لي 500 حرف، بتقول لي ما فيش صور، طب في منصه بتقول لي يلا نستخدم طبعاً الصور طبعاً. منصه بتقول لي استخدم الفولورز بتوعك اوريدي، مش هقعد لسه اضيف الناس. يعني وبالتالي يعني الحته دي بتهم المشاهير شويه. صحيح، لسه كنت هكلمك عليهم، يعني اللي هم نجوم تويتر في ثانيه هيبقى نجم برده في المكان الثاني بمنتهى السهوله، لانه اوريدي له اكونتات على انستجرام، فهو مستفيدين من الكلام ده. نعم. انا يعني اتخيل ان ايلون ماسك لو استمر في غروره الاداري في حضرتك، لما انا اكون حاسس ان انا قادر ومالك واقدر وبدير والناس بتبص لي على اني شاطر، اللي راح يعمله في تويتر هو اللي تسبب النهارده الاعداد الرهيبه اللي احنا بنشوفها تخش تريد في يوم واحد بالشكل ده. انا اتخيل ان المنافسه قد تجبره على انه يغير نظرته في اداره الامور مع تويتر، ولو ده ما حصلش فهو وتويتر راحوا في منطقه غامقه. يعني طبعًا. ما اعتقدش ان هيقوم لهم لانه مرة لان انا هقول لحضرتك حاجه كمان دكتور عصام، يعني شركه ميتا ومارك يعني مش اللي عملوا فيسبوك وانستجرام وهم عندهم الحصيله الاكبر بشكل كبير. طبعا طبعا ده كل التطبيقات هتبقى فاتحه على خلاص بعضيها. هم يعني كان ناقصهم ده بس، علشان ما حدش يبقى هم زي ما انت هستخدم جمله حضرتك الاستعمار العالم من خلال افكاره وحياته، فهو كده خلاص يعني حط ايده على كل حاجه. انت حضرتك بتتكلمي النهارده على منصات شركه ميتا بتقترب من ال 4 مليار مستخدم،
على مستوى العالم، نص العالم عند ميتا ببياناتهم، بيقولوا ايه، بتحليل بياناتهم، بالحاجات اللي بيحبوها والحاجات اللي بيكرهوها، بايه تفضيلاتهم للاشياء. خلاص يعني هو كده هياخدنا في كل حاجه يعني، فاحنا الحقيقه بكل تطبيقاتنا موجودين خلاص في شركه واحده، وده اسهل بالنسبه له يعني. انا بس عايز قبل ما فقرتنا تنتهي انصح بس اخواننا المصريين، ما احناش مضطرين ان احنا نتهافت على استخدام كل منصات السوشيال ميديا. طبعا ان استخدمت ابلكيشن او الثاني او تطبيق او اثنين عشان ترسل بيانات، عشان تتراسل مع الاخرين، عشان تعرف اخبار الاخرين، لكن مش مهمتي ان انا اخش على 7-8 تطبيقات. انا في الوقت انا بدي نفسي فين الوقت لكل الحاجات دي كمان يعني. حضرتك لا حضرتك في التقرير طلع ان المصريين بيقعدوا 7 ساعات 48 دقيقه، يعني 8 ساعات في اليوم على الانترنت، دي 4 ساعات منهم دي على السوشيال ميديا. دي عايزه لها ارقام ودراسه. انا بقول العدد اللي حضرتك قلت العدد اللي حضرتك قلته الحقيقه مخيف، مش مخيف، انه بالعكس يعني انا اتمنى انه احنا يبقى عندنا ان ال 100 مليون يكونوا موجودين على الانترنت، موجودين ولكن بشكل ايجابي. طبعا المنتج الرشيد لما استخدمها في التعليم، لما استخدمها في التدريب، لما استخدمها في الانتاج، لما استخدمها في البرمجه، لما استخدمها في الذكاء الاصطناعي، لما استخدمها في اي حاجه مفيده تدر دخل عليا انا الاول كشخص ثم مجتمعي، لا اهلا وسهلا، ده انا مبسوط جدا، لكن أكيد الواقع ان ده ما بيحصلش. اكيد. انا بشكرك جدا دكتور عصام الجوهري، استاذ نظم المعلومات والتحول الرقمي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. عايزه اقول لكم حاجه، فاكرين الاغنيه بتاعت يا اهل المغنى دماغنا وجعنا؟ دول اهل المغنى، دول كانوا لطاف على الاقل بيلطفوا علينا ويغنوا لنا، لكن انت دلوقتي يا اهل السوشيال ميديا ايه اللي انتوا عاملينه فينا؟ يعني كل الحاجات اللي بقت تطلع، ولكن هيبقى المرجع الاخير لحضراتكم، كل واحد وقتك 24 ساعة متقسم شغلك وحياتك، وخد بالك انه التطبيقات من كترها دي حقيقي بتاخد من طاقتك ومن وقتك، المهم انت تستخدمها مش هي اللي تستخدمك. طيب الفقرة التالية بعد فاصل قصير فقرة لطيفة جدا، ونفسي حضراتكم كده يعني ايه تبقوا موجودين وتركزوا فيها، وهتلاقوا انه الكلام اللي هنقوله قررنا كده نعمل بحث عن المائدة المصرية بتاعتنا. احنا المصريين شعب لينا طبيعة، لينا زراعات من قديم الزمان، من ايام اهلنا والفراعنة كانوا بيزرعوا على مجرى النيل، يزرعوا شوية خضرة، ياكلوا شوية حبوب، العيش كان مهم، كان عندهم حاجات بسيطة، لانه لو شفتوا المصري القديم القوام بتاعه كان عامل ازاي على المعابد، صحة ونشاط. فيبدو انه اكلنا اللي كنا بناكله ده من زمان، لحوم كانت اقل، حاجات مصنعة ما كانتش موجودة أصلاً، حاجات دي كانت صحة المصري أفضل. السنوات الأخيرة بقينا نشوف في الأحياء المصرية والشوارع المصرية ثقافات مختلفة، وبقينا نشوف مطاعم مختلفة وثقافات من دول عربية خليجية وشامية وسورية، طبعاً أهلاً بالجميع، ولكن هل هي مناسبة للمائدة المصرية وللطبيعة المصرية؟ هل هي أثرت على صحة المصري اللي بطل ياكل الأكل بتاعه اللي شبيه ببيئته وبعاداته؟ هل بقينا ناكل أكتر لحوم فبقت الدهون أكتر؟ هل بقينا ما ناكلش الحاجات اللي هي من الأرض زي البقوليات؟ إحنا بلد الفول والبقوليات والفاصوليا الناشفة والحاجات والكشري والبزارة والحاجات بتاعتنا دي، فهل ده أثر؟ ده اللي هنتكلم فيه، نعرف إحنا فين وإيه اللي حصل وإزاي نقدر نحصر الكلام ده ونشوف الحقيقة أخبارها إيه، ونشوف المطبخ المصري والمائدة المصرية موقفها إيه وهي فين أصلاً. فاصل قصير ونحضر شوية أكل مصري بالهنا والشفا تكونوا فيه معانا. طبعا المصريين واكل المصريين، خليني اخد عنوان كده ونسال بعض، ماذا ياكل المصريون؟ ثقافتنا الغذائيه اتغيرت، خلينا نتفق انها اتغيرت خلال السنوات العشرين الاخيره مع دخول التيك اواي بقى في حياه المصريين، وماكولات كتير غريبه احنا عارفينها، وغيرت حتى يعني ايه شكل الاكل بتاعنا والهويه. ايوه المصريين كان عندهم هويه غذائيه، لكن كمان اتغيرت كمان الخريطه بتاعتنا، يعني اولا زادت بعد ده كله معدلات السمنه كلنا عارفين عاليه قد ايه، زادت كمان امراض السكر، الضغط، القلب، الناس ما بتمشيش كتير، ما بتعملش رياضه، كمان اصبحنا كمان مائده مفتوحه.
يعني زي كده الديسك الكبير، بس تخيلوه مفتوحة لكل المطابخ الأخرى، المطبخ السوري اللي احتل شوارع ومطاعم مصر، أكله تحفة طبعا، بس احنا بنتكلم بالنسبة للمصريين. المطاعم اليمنية والخليجية بقينا نشوف عزومات غريبة، تلاقي كده في العزومة انت قاعد صواني داخلة عليك خرفان، مندي، كبسة، الصوص بتاع المندي، لا الصوص بتاع الكبسة، لا الشطيطة بتاعتها، وحاجات كتيرة جدا. كمان في مائدة المصريين لازم نقول طب هم راحت فين مائدة المصريين؟ راح فين الأكل بتاعنا؟ صحتنا اتغيرت وحاجات كتير اتغيرت، كان عندنا هوية ثقافية يعني مختلفة، عندنا أكلنا المختلف، عشان كده قررنا نمشي باتجاهين، اتجاه نشوف تاريخيا راحت فين المائدة المصرية، واتجاه مهم جدا صحيا ايه اللي حصل لنا وايه النتيجة ان احنا دخلنا على ثقافات مختلفة ربما تكون مختلفة عننا وعن البيئة اللي احنا عايشين فيها. هنشوف ايه اللي حصل وايه اللي حصل في المائدة المصرية. ضيوفي الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد توفيق، مساء الخير، وايضا ضيفي طبعا من الجانب الصحي والمهم اللي كلكم هتبقوا مهتمين بيه، دكتور هاني جبران استشاري التغذية. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم، واهلا بالساده المشاهدين كلهم. انا هبدا بالناحية الصحية. صحيح. انا عايزة عنوان كده، هل التغير اللي حصل في المائدة اللي انا قلتها لحضرتك والوصفات دي غيرت في صحة المصريين؟ فعلا دي حقيقة، وخصوصا في الحاجات الجديدة اللي دخلت علينا والحاجات كمان الغريبة اللي احنا مش متعودين عليها، منها ان احنا ابتدينا ناكل الاكلات اللي هي فيها الفاست فود، اللي هي الاكلات السريعة اللي هي بتبقى فيها كميات دهون كتير ومقليات كتير. هل دي غيرت فينا؟ اه طبعا، وغيرت فيها ان احنا زودنا معدلات الكوليسترول، زادت في الدم، فدي بتأثر على القلب في المرحلة معينة من حياتنا. فهل ده ممكن يتغير؟ هنحاول، لكن هنحاول انه نوعي كل المصريين ياكلوا ايه وما ياكلوش ايه علشان ما يتعبوش، والاهم من كده ان احنا ناخد بالنا من اولادنا، لان اولادنا هم دول اللي بيعملوا المشاكل. ما هم أساس. اولادنا قاعدين على نفس السفره او نفس الطبليه او نفس الترابيزه بياكلوا نفس الاكل بتاعنا. ده كان زمان، ما بياكلوش دلوقتي على نفس الاكل، دلوقتي كل واحد بياكل لوحده، كل واحد ممكن ينزل واكل التيكاوي السريع اللي في الشارع. والاخطر من كده ان الواحد ما بيطبخش في البيت، وبيعمل ياخد دلوقتي ابلكيشن يطلب الاكل يجي له لغايه طبعًا. عنده في اوقات، في اي وقت، صبح، ظهر، بليل، ما فيش حاجه اسمها. لا، وبقى في افكار يعني انت تروح مثلا يقول لك ايه ساندوتش القنبله. هو قنبله فعلا. ايوه، الرعشه، لانه هو عليك كل الحاجات اللي ممكن، يعني بطاطس وجبنه ومثلا ممكن حاجه لحوم وفول وطعميه، كله وفول وطعميه وبتاع، فالمعده الغلبانه دي تستحمل ايه ازاي يعني؟ هو دي حقيقه فعلا، ان الحاجات ديت ابتدت علشان مكسب اكتر، وعلشان يعمل دعايه اكتر، بيبتدى يحط حاجات مختلفة علشان يجذب مع ان هو نفس الكلام، هو لو بقى ويجذبها شكلا كمان، بالتالي الشكل بقى، انتشار الشكل والاعلانات والالوان والحاجات دي بتشد المعدة، يعني بتعمل كده بتخلي المعدة عايزة تاكل الحاجات دي. ودوت اللي خلى ناس كتير قوي يقول لك اجرب، حتى لو هو مش جعان يدوق وياخد حاجة من هنا وياخد حاجة من هنا، هو دوت اللي خلاه يبقى فيه مشاكل صحية، والمشاكل الصحية كترت من الاسباب دي، وبدل ما يشربوا مية كتير بيشربوا مياه غازية. صحيح. والأخطر بيشربوا دلوقتي واللي شايفه مشروبات الطاقة اللي زادت جدا. صح، ودي واللي هي مضرة على القلب أصلا يعني. مضرة جدا. طيب، ولأولادنا. خلينا يا دكتور وإحنا بنشوف المشهد ده مشهد من فيلم خرج ولم يعد. أيوه. وطبعا هنا فنان يحيى الفخراني وليلى علوي وفريد شوقي، طبعا كل الفنانين الكبار، والمخرج العظيم محمد خان. البيض يفتح النفس زبدة. هو الحين محمد خان نفسه يفتح النفس. محمد خان هنا كان عنده الحقيقة رؤية في الفيلم ده. صحيح. كان عنده رؤية بأنه برضو كان شايف أنه المصريين في مشكلة بتحصل، وأنه إحنا عندنا إسراف في الأكل حتى لو بنحبه، وكانوا بيربوا بقى هنا فراخ وبياكلوا، بس هنا كان بياكل ده بيض بلدي وسمنه بلدي. لا ده الفطار بس، ده الفطار والرغيف جوعتونا. كلمنا، هناخد برضو نعرف يعني، عايزه من استاذ محمد تاريخ المصريين بقى هنا، يعني هنا احنا بنتكلم البيض اللي بياكلوه بلدي، فاذا في تربيه دواجن. صحيح. فالزبده يعني جايه من هم اللي بيعملوها. صحيح. والجبنه، فكلمنا عن التاريخ نفسه. هو في جزء الحقيقه افلام محمد خان ده تاريخ لوحده في الجزء اللي علاقه بالاكل والمصريين، يعني صح، يعني احنا يعني ممكن تتعمل رساله دكتوراه عن
ازاي افلام محمد خان اثرت في اكلات المصريين. يعني هقول مثال بسيط حضرتك تفتكري كويس، موعد على العشاء. طبعا الفيلم كله طبعًا. مبني على انك هتاكل مسقعه في الاخر. صح. فالشعب المصري كله اتعلم يعمل المسقعه بالبشاميل دي بسبب الفيلم ده. صح. المساله دي انك بتقعد طول الفيلم تحبب الناس، وهي سعاد حسني نازله تشتري من السوق، ايه الطلبات اللي بتشتريها، فالناس بتكتب وراها. صح. والناس بتيجي رغم ان الاكله في الاخر فيها سم قاتل. صح. في الاخر اكله هتموت. بس خد بالك هنا حتى برضو الرصد اللي عامله خان هو رصد مصري جدا. هنا ده الاكلات المصريه كانوا بياكلوا بصدق شديد، يعني بياكلوا بصدق شديد وفتح النفس، واللي هو النايب وقطع حته الفرخه وكده. طيب تاريخيا بقى المصريين عاشوا ان هم بيته مزرعته. صحيح. يعني بالذات الفلاحين. صحيح. هو تاريخيا احنا يمكن يعني طرح كتير سؤال ماذا ياكل المصريين حتى على مدار السنين الكتير، على مدار 100 سنه اللي فاتوا. يمكن انا لما رجعت الارشيف الصحفي كان في السبعينات اطرح السؤال ده، وكان في اجابه غريبه جدا، ان المصري بياكل كل حاجه وبياكل اي حاجه، والاكل عنده احيانا كتير ملوش علاقه بالثراء. يعني هو بيحب ياكل. المساله ملهاش علاقه بمين غني ومين فقير. لدرجه اتعملت دراسه في الوقت ده عن انه الكرش المصري من 3 مصريين من 10 شخصيات في العالم بيبقى عندهم كرش. مساله احنا بنتكلم في السبعينات، بنتكلم واحنا لسه كان في الطبليه. وكان في فكره اللحوم بتتاكل بترشيد، يعني كان اصلا اللحمه بتظهر في مصر يومين في الاسبوع، كانوا بياكلوها يوم الخميس. يوم الخميس وبالذات في الريف، واحيانا الجمعه. يعني على حسب العادات، بس كانت اللحمه نفسها مش موجوده في السوق الا يومين في الاسبوع في اوقات كتير. ايوه. وكانت نفس المساله الفراخ ليها ايام معينه ما كانتش متاحه. كان تاريخيا المصري بياكل ايه طوال الاسبوع؟ طبعا كان كل يوم كان كتيرة. كان طبعا كان طبعا اكيد في يوم كشري، اكيد في يوم بصاره، اكيد في يوم ليه علاقه باللوبيا بقى واللوبيا والفاصوليا وهكذا. طبعا الملوخيه دي طبعًا. يعني سيد الطعام. البسله دي غريبه جدا، انا اكتشفت انه في وقت من الاوقات انه كانت البسله في رمضان تحديدا الدولة بتضطر يعني تستورد منها 3 أضعاف الكمية. من كتر ما المصريين بيقدموا على أكل البسلة، رغم إن هي مش مشهور يعني مش يعني ده قديماً. رغم إنها ما بقتش، يعني يمكن الملوخية أكثر شهرة. الملوخية أكثر شهرة بكثير، بس اكتشفت إن البسلة يعني المنافس الأول للملوخية على مائدة طعام المصريين على مدار 50-60 سنة اللي فاتوا. بالإضافة لأنه في بقى أكلات كل شوية بتظهر اللي هي الترند بقى، يعني يعني مثلاً كان في وقت من الأوقات كان في اكله المصريين بيعملوها في الفتره من 67-73 مثلا، كان اسمها سد الحنك. ايوه. اللي هي انا شفتها في احد المطاعم وما بقتش عارفه، قعد يحكي لي الحكايه. دقيق و دقيق وسكر. دقيق وسكر. بس دي اكله فعلا هي سد الحنك. يعني اللي هياكلها مش قادر يكمل خلاص، وهيدخل قوي بقى. ده هيدخل بشكل مش معقول. طب استاذنك قبل ما يتسد الحنك ده مهم، انا عايز اسال دكتور هاني هنا، الكلام اللي بنقوله ان المصريين الكلام اللي قلناه ده، هل التغير ده المصري كان بيعيش على النيل وبيزرع وبياكل، صحته كانت احسن، كان بيحب الخضار جدا، خضار مشهور في مصر. مظبوط. اتكلم بقى على الملوخيه، الجرجير، الفجل، الحاجات دي، اي حاجه طالعه من الارض وصحية ما فيهاش كيماويات هيبقى تاخد أكل صحي أكتر. لو هناخد حاجات من الأرض، حاجات مطبوخة وعاملينها في بيتنا، هنبقى صحيين أكتر. وده بصفة عامة حتى في الأنظمة الغذائية بنحط لهم، لازم يبقى فيه خضار، يبقى فيه سلطة، ده جزء من النظام الغذائي. لكن لو هنغير في حياتنا وهنبتدي ناخد حاجات جاية تيكاوي أو الحاجات اللي هي جاية من الشارع، واولادنا ما نعودهمش ان هم ياخدوا، وده مقرمشات، يعني المقرمشات اللي بياخدها الاولاد الصغيرين دلوقتي. أيوة. خطر جدا من الحاجات دي، لانها كلها كربوهيدرات. مظبوط. يعني بتنفشوا على الفاضي. ايوه. ولو حتى لو راح خد الوجبه السعيده، يقول لك ياخد اولادنا ونروح الوجبه السعيده، هو الاولاد كلها عايزين اللعب اساسا، مش عايزين حاجه، لكن بياخد مع الوجبه دي بياخد فيها حاجات مقليه وحاجات اللي هي مصنعه، وما تبقاش لحوم قوي، البرجرز اللي موجود فيها ده ما بيبقاش كويس قوي. لكن لو عملنا الكلام ده في بيتنا هيبقى احسن. لكن المشكله المجتمع كله هو اللي بيحرضنا ان احنا ننزل الكلام. طيب يعني احنا كان عندنا العامل المصري والفلاح والبي والباشا، الكل كانوا بياكلوا فول او بساره، دي بساره بحاجه. أيوة. الفول المصري طبق شهير جدا طبعا، فكان العامل بياكله مع بصل كان بيديله مناعه وبيشبعه.
حتى الفول ما بقاش موجود، الناس بقت تاكل حاجات تانية غير الفول. لا، الفول بروتين وده كويس جدا، ده هيديله طاقة كويسة وهيبني له عضلاته. فدلوقتي بياخدوا اللي هو الكشري مثلا، الكشري ده كله كربوهيدرات مع شوية عدس، شوية بروتين فيه نباتي، لكن بيديله الطاقة ان هو يبتدي يشتغل اكتر، يديله قوة اكتر، يديله نشاط ان هو يقدر يتحرك. ولو احنا عملنا كده، يعني لو احنا خدنا الكربوهيدرات والفول والعدس والكلام ده كله والكلام ده كله وعملنا رياضه، كده مش هنزيد في الوزن. لكن لو قررنا ان احنا ناخد الحاجات دي وما حركناش نفسنا، يعني كنا نشويات كتير جدا وما فيش اي حركه، لا كده هنزيد في الوزن اكتر وهيبقى خطر على صحتنا. طب يعني عدم يعني احنا بلد الخضار، وكنا بنعمل خضار كتير، ملوخيه وباميه وبسله وسبانخ على فكرة احنا بنعمل الكلام ده، بس الجيل الجديد الاطفال ما بقوش ياكلوا الحاجات دي. الامهات من دوت الاسره هي دي العامل، فالاطفال اتاثروا من ان هم ما ياكلوش خضار. الام بتشتغل، الام بتنزل وبتطلع، الام بتعمل عندها مليون حاجه تعملها، ممكن ما تهتمش بأولادنا، عايزه تكبر دماغها، بتعمل ايه؟ خد فلوس وانزل اشتري اي حاجه، وده اللي بيخليهم ياكلوا حلويات اكتر. ولما ياكل حلويات اقول له تعالى كل الاكل الصحي اللي انا عاملاه، مش هياكلوش لسبب واحد، ان هو خلاص معدته اتملت او عنده كميه الاكل زادت في جسمه، فمش هيقدر ياكل من الحاجات الصحيه اللي احنا عاملينها. اكيد. طيب انا عايز ارجع هنا استاذ محمد، دلوقتي احنا كمصريين عندنا ثقافتنا وهويتنا، انت قلت صحيح. الناس كانت بتاكل اللحمه يوم في الاسبوع والفراخ نفس الحكايه، بس انت بقيت في مصر بقى عندك المطعم السوري المغري شاورمته بقى بحاجاته باكله، المطعم اليمني بالمندي، المطعم الخليجي بالكبسه، فكل الحاجات دي بقت موجوده في مصر، يعني موجوده على المائده المصريه. والصيني والامريكي كمان. والصيني والامريكي والياباني. صحيح. فكل الحاجات اللي بقت موجوده دي غيرت كتير من الهويه المصريه. هو انتشار فكره ثقافه التيكاوي اللي هو يمكن حتى برضو تاريخيا نص التسعينات كانت المصطلح ده بقى يستخدم كتير جدا، وبقت طول الوقت التعامل مع فكره التيكاوي بقت منتشره يعني بشكل جبار جدا، اثرت قوي على مستوى اولا شكل الساندوتش اللي هو الضخم جدا ده اللي كان اول مره نشوفه في التسعينات، اللي هو دلوقتي عادي، دلوقتي موجود والناس كلها بتتعامل معاه. كان ده علامه من علامات انك بتقول انك يعني غني، فكانت الناس في وقت من الاوقات بتقدم عليه على اعتبار انه مظهر من مظاهر الثراء. ثم بعد كده اتحولت لعاده مع الاعياد، بقت الناس في العيد بياخدوا المصروف يروح يجيب بيه. طبعا الاعياد عندنا مرتبطه بالاكل، عندنا عيد اللحمه وعندنا عيد الكحك، احنا كل مناسبات اكل، وعندنا شم النسيم الفسيخ طب انا عايزه اقول لك حاجه هناك، خلينا برضو نفتح اكتر تاريخيا. مصر بلد الحضارات، ياما حضارات جت على مصر وياما استعمار جه على مصر وناس واحيانا كانت تبقى الحاجه مصريه وبعدين يتم يعني تبقى يعني تروح بقى للجانب الثاني، وده شاهدناه مثلا ايام الاستعمار العثماني. يعني صحيح. يعني مثلا انت ما بقتش عارف هو المحشي ده بتاعنا او المطبخ التركي هو مصري ولا هو الدولمه التركيه. يعني اخذوا حاجات كتير كمان بتاعنا من المحشي بتاعنا، ما فيش حاجه اسمها المحشي بتاعنا. ما فيش حاجه اسمها كده المحشي بتاعنا، هو ده وهنعمل عليه مشكله بقى احنا بتاع والملوخيه بتاعتنا دي من زمان. طيب بس دي الهويه دي كمان مهمه، لان انت احيانا مثلا يقول لك ايه الفته المصريه، لا الفته انا سمعت ان الفته ما كانتش بتتعمل بطماطم وما كانش في طماطم في مصر، دي حقيقه؟ لا، هي الفكره هنا الهويه اللي لها علاقه بالاكل، لان احنا بنتعامل مع الاكل في جزئيتين، جزء له علاقه بالصحه ان هو صحتك كويسه، وفي جزء له علاقه بالثقافه. احنا مثقفين في الاكل يعني تمام، والتاريخ اهو الصور القديمه بتقول صحيح، واحنا يعني طول الوقت المصريين عندهم عادات غذائيه وعندهم تفاصيل في الاكل الحقيقه فعلا ممتعه. يعني انا مش عايز نتعامل معاها بس من الجانب الصحي عشان ما نتضايقش منها، لكن هي فكره الفول بتاع الصبح ده، واحيانا يعني لو فيلم خرج ولم يعد مثلا الصينيه اللي ده طبق بيض وفول وطعميه وجبنه وهكذا، كل السفره دي اللي هي بتعمل على الفطار، ثم السفره اللي بتعمل على الغداء، ثم على العشاء، وبنشوفها في افلام كتير، دي جزء من الهويه المصريه، انك مش هتشوف فيها اي اكل لم يصنع في مصر. يعني انت لما هتشوف
الطبق هتعرف ده معمول فين. يعني الفكره دي فكره مهمه. الفول ده معمول في مصر بالظبط. الطعميه طبق العيون ده البيت هتسميها بقى جرين برجر، دي قصه ترجع لك، لكن هي في النهايه شفت الطعميه هتعرف ان دي معموله في مصر، شفت البصاره هتعرف ان دي معموله في مصر، المحشي نفس المساله. وعايزه اقول لك دعايات كتيره جدا يقول لك اكل مصري، ايوه فطار مصري، صحيح. يعني يربط صحيح. كلمه مصر مع الاكل. طيب دكتور، سؤال كده هساله لك وناخد إجابته بعد الفاصل. السؤال بيقول إنه حضراتكم كأساتذة لما بيجي حد يعمل دايت أو حاجة، فكتير تقول له تحب تأكل إيه الصبح، فول ولا هو يقول لك أنا بحب كرواسون أو أكل أي حاجة فطيرة بالجبنة أو أي حاجة، إيه الأكتر صحي، يأكل فول وشوية بصل بضاية معاها حتة جبنة قريش، ولا يأكل كرواسون أو يأكل توست ومعاه الحاجات اللي بياكلوها تركي وسماء والحاجات دي؟ انا شخصيا مع الفول. بعد الفاصل نكمل كلامنا. اكل المصري بديع بديع بديع. دكتور سالتك سؤال، دلوقتي الناس في الفطار لما بيروحوا للاساتذه فيقول له خد افوكادو وخد سيمون خد كرواسون، ده ساكن في الساحل ده ولا في التجمع ده؟ ولا يرجع ياكل طبق الفول المصري بتاعنا؟ كويس، ايه الصحي اكتر؟ على حسب بقى، يعني ايه؟ يعني هاخد افوكادو، الافوكادو ممكن يعايزه وعايز مع السيمون في مي، ولو امكانياتك تسمح بكده ممكن، بس هي المشكله ان دوت نمره واحد غالي، امكانياتي ما تسمحش. خليني اتكلم على معظمنا، مش هقول بقى دي مجليز والكلام ده كله. الناس العاديه عايزه تبقى بصحه ياكلوا الصبح. نرجع تاني لطبق الفول ابو طماطم وخيار وكده، كويس. بس المشكله بقى الكميه قد ايه؟ ما انا لو اكلت طبق يعني فول. انا كشخص ايوه اكل طبق فول قد كده؟ انت عارف الطبق الفول اللي بيتباع على العربيات تحفه، بس نقول له شويه زيت قليلين، ولو يا سلام لو زيت حار يبقى احسن كتير. والعيش، العيش اساسا بقى صغير. ايوه الحمد لله خدمونا. بس هو دي مشكله بقى، ان انا لو كلت منه كتير برضو حتى لو صغير هناخد منه 4 5 كده مش هينفع. للسيدات يعني السيدات المفروض تاكل ايه بقى؟ نص عايزه رغيف. تنزل نص رغيف بتاع الحكومه قد كده، نص رغيف بتاع الحكومه قد كده وخلاص. دي اهم حاجه. لكن هتبتدي بقى تقول لك هاخد الرغيف الكبير دوت ابو 2 جنيه وياخد منه نصه برضو كده هيبقى كتير قوي. الكمية ان انا اخد بالردة ولا اخد فينو ولا اخد اللي هو الشامي، لا ناخد اي حاجة فيها رد. طيب من الثقافات برضو قبل ما نروح لأستاذ محمد، الثقافات المصرية انا بشرب دلوقتي اليانسون المصري او الشاي، بس بقى في ثقافات تانية، احنا بقى عندنا كابتشينو ولاتيه وكراميل وكل الحاجات دي مليانة برضو لبن ودهون والاخطر بتعمل كرش للناس جدا. والاخطر منهم بقى اي حاجه اللي يقول لك فيها اللي هي الظروف اللي هي 3 في 1 و2 في 1 والكلام ده كله، ده بيبقى فيه كريمر، اللي هو الكريمر ده عباره عن نشا. الحاجات دي ممكن تسبب زياده في الوزن. وحكايه اللي انا طب دي هي بتعمل لي دماغ يا دكتور، انا ما اقدرش اصحى الصبح. القهوه التركي كويسه تحفه. ليه؟ لان شويه ميه وبن والقهوه كويسه، قهوه خضراء، قهوه عاديه بتاعتنا كويسه جدا. هل كميتها كتير برضو غلط؟ ما احنا لا كل الكميات الكتير غلط، اي حاجه غلط. لازم بتانن وناخد بالعقل ونشرب قهوه هتساعد على الحرق. عسل في الشاي ولا اخد دايت سكر دايت؟ بص يا هانم، لو انا عايز اعمل دايت يبقى هاخد سكر دايت او من غير سكر خالص. زمان المصريين ولا كان عندهم سكر دايت ولا حاجه، وكانوا بيشربوا الشاي التقيل ده، الشاي الصعيدي معروف وبسكر كده، نص كوبايه شاي. بس اللي بيحصل ايه بقى؟ ان هو بينزل وبيتحرك وبيعمل اي مجهود. لا انا لو هاخد بقى الكلام ده وهاخد كميه السكر اللي انا بحطها دي 3 4 معالق هزيد في الوزن. طب لو احط عسل، العسل هيزودني في الوزن، صحي بس هيزود في الوزن. فانا هقول الكلام ده لكل فكرة الناس. ان احنا كنا بنحط ده بس بنمشي. احنا ما بقيناش نمشي، فهناخد عسل كتير. انا هاخدك يا دكتور وهروح عند استاذ محمد عشان هنروح معاه فين بقى؟ هروح معاك فين؟ هروح معاك الصعيد واروح معاك مدن القناه، واروح معاك برضو الشرقيه بقى، صحيح. الحاجات المحشيه اللي شفتوها دي شرقوه بقى في البط والبحيره وكل الحاجات الحلوه دي، عاداتنا وتقاليدنا اللي احنا الناس كانت بتاكل ويكا، الناس كانت بتاكل الحاجات الملوخيه والشلوله والبصاره والحاجات دي كلها والاكلات، حتى الصعيد والبنية. عندهم فته، بس الفته بالرقاق واللحم يعني مختلفه شويه. طيب التاريخ هنا كان بيقول ايه؟ اتغيرت الحاجات دي؟ ما بقتش موجوده برضو؟ هو كان في جزء، اولا لو احنا بنتكلم عن النص الاول من القرن العشرين والقرن 19 كله، انت بتاكل من البيت، يعني البيت بتاعك هو المصنع. كانوا بيخبزوا في البيت، دلوقتي ما بيخبزوش. الفطير يعني برضو بمناسبه الفطار،
يعني طبعا ده ملوش دعوه بالصحه بس بس فكره الفطير المشلتت في المناطق الريفيه والعيش الشمسي في الصعيد بالظبط. العيش الشمسي اللي ما يعرفوش هو ده سمكه يعني سمكه بالحجم ده، وبالتالي فانت ما حدش يقدر ياكل رغيف شمسي على الاطلاق، مساله بياخدوا جزء كده بالظبط. وبالتالي فانت وده بيبقى مع الملوخيه ليه يعني يوم في الصعيد انك بتاكل النهارده هتاكل عيش شمسي مع الملوخيه، وبياكلوا الملوخيه الناشفه، كانوا بينشفوا الملوخيه عشان وبياكلوها فعلا صحيح. وبالتالي فانت البيت عندك هو فيه كل حاجه، فيه فرن انت بتعمل فيه الاكل، فيه الفراخ عندك في البيت، التفاصيل كل اللي انت بتعمله، انت بتاخد البيض اللي هتاكله برضه من عندك من الفراخ بتاعتك، فانت عامل مصنع صغير بتاكل منه كل حاجه. وبالتالي فانت بتاكل من الارض بتاعتك اللي انت اصلا بتزرعها، بتبذل جهد في زرع الارض دي، فبتخليك نشيط. جسمك نشيط وجسمك بيحرق اي اكل انت بتاكله، يعني حتى لو كلت بقى طبق الفول الكبير او كلت الفطيره المشلتت فانت في النهايه بتحرق يعني بشكل جبار كانك رايح تلعب ماتش. ايوه. وبالتالي فالفكره دي كانت الجهد اللي بيتبذل كتير، الاكل كله طالع من الارض وانت بتاكل اكل كله صحي بقى اللي هو الهيلسي اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، هو انت الاكل من الارض فانت طالع بجوده عاليه جدا لانك انت اللي عامله لنفسك. يعني انت مش رايح تشتريه، فتغيرت الحاجات دي. خلينا نقول ان كل الكلام ثقافه، هل مع الفاكهه اللي كانت موجوده بقى يعني هل على مدى التاريخ في يعني دول تبقى منتبهه للهويه الغذائيه؟ يعني اللي هو احنا معروفين في مصر باكلات معينه مصريه وبطرق عملها صحيح بطريقه معينه، يعني مثلا ممكن يجوا في العيد يقول لك ايه، هي الفته بخل وتوم ولا بصلصه؟ ويبقى في ويختلفوا مع بعض. صحيح. هي مش احنا في اسكندريه بتعمل بطريقه وفي القاهره بتعمل بطريقه. وحتى الكشري اللي هو في كشري أصفر. اللي احنا في كشري الاصفر عبيد. والاصفر ده في السويس اسمه كشري سويسي. يعني بس ماشي مع الهويه المصريه، ده هو يعني جزء رئيسي داخل في الهويه المصريه. الخطوره انك لما بتطلع بره الهويه دي وتبتدي تاخد شويه حاجات من الثقافات اللي حواليك تاثر عليك، مش بس بتاثر عليك، هو انت ما بتعرفش المنتج بتاعك ايه يعني. المساله مش في الكبار، المساله في الصغيرين، الاولاد الصغيرين دلوقتي هو عارف الفرق بين ان الملوخيه دي بتاعتنا ولا لا والشاورما بتاعتنا ولا لا مثلا؟ لا مش عارف طبعا. هل هو عارف ان الساندوتش البرجر اللي بيجيهم بره ده تبعنا ولا مش تبعنا؟ وان الطعميه بتاعتنا مثلا؟ دي المساله، ده الخطوره بالمناسبه. انك على الاقل تبقى عارف الهويه بتاعتك، يبقى عندك شخصيه. ان احنا نرجع يبقى عندنا هويه غذائيه مصريه معروف. صحيح. وعلى فكره ده المطبخ المصري، وده على فكره ما انا اسف هو ده ما يتعارضش خالص مع انك تاكل كل حاجه التانية، لكن بس هي بس انا هسال الدكتور السؤال عندك شخصيه الاول. انا هسال الدكتور السؤال. أيوة. ده يعني انا احيانا حضراتكم بتنصحونا. أيوة. ان احنا مثلا ناكل الخضار في وقته، يعني مثلا انا الموسم الصيف في ملوخيه باميه مش عارفه ايه اكلهم، ما اجيش اكلهم في الشتاء رغم ان هم بقوا الحاجات دي بقت موجوده في اكياس وموجوده طول الوقت. المانجا مثلا صيفي ما اجيش انا اخزنها واكلها، يعني قيمه ان انا اكل الحاجه في الموسم بتاعها هل ده صحي اكتر؟ اكيد، لانها لسه تبقى وقتها وتبقى امور صحيه اكتر ان اخدها في وقتها. ان انا ما اخدش مثلا المانجا في الشتاء واكون مخزنها، او مخزن حاجه واستخدمها عشان بقى اسمها متخزنه، حتى لو كانت مخزنها كويس وعارفه بعمل ايه، بس اسمها متخزنه وتبقى لها شكل تاني وطعم تاني خالص غير اللي لما اخدها جايه. حتى كمان كل الاهالي لما تيجي تقول لك انا هنزل السوق الصبح بدري مش هنزل وقت الظهريه عشان الحق وهو لسه جاي من الارض يكون صباح طازه صاحب هو ده الاهم، لكن ان انا اخده صحي واطبقه في ساعتها، مش هاخد واخزن بس. الناس بتخزن علشان يبقى موجود عندنا، كويس، لكن دوت الصحيا اكتر ان انا اخد على انتظام. انا بقى بالنسبه لموضوع ان انا الهويه المصريه وان انا ما اخدش غير اكلات معينه بتاعت مصر، مع احترامي للاساتذه كلهم، لكن انا شايف ان انا اتعرض لثقافات تانية واشوف ايه اللي يعجبني، ده الاهم. مش ابتدي اقول لا انا مش هاكل غير ده. طب انا هنا هسالك، لا طبعا، ما هو اكيد الناس احنا منفتحين وطول عمر مصر طبعًا منفتح، لكن انا عايز اسالك سؤال، يعني خلينا نفكر بشكل تاني، انه المصري كان زمان بيزرع وبيفلح وبيشتغل وبيروح بيبذل مجهود وبيمشي، دلوقتي ريموت كنترول كسلنا، التوك توك منتشر في الاحياء الشعبيه، فالناس ما بقتش الحقيقه تمشي كتير. مظبوط. طيب
دلوقتي كمان بقوا بياكلوا حاجات مليانة دهون، يعني لما ياكلوا الأكلات اللي هي مليانة لحوم وعليها زي ما قلنا الجبنة اللي على الحاجات الشاورمات وعليها جبن وعليها دهون وعليها طحينة فهل دي يعني خلت المصري يتعرض أو يبقى فيه معرض لأمراض تانية، ارتفاع ضغط، كوليسترول، أكيد. حاجات ما كانتش موجودة زمان، دي حقيقي، ودوت اللي خلينا نزود أكتر كمان. حتى في الناس اللي لما نزيد في الوزن نسبة إن أنا يجيلي السكر بتبقى عالية جدا، فحتى لو كان في موجود مرض السكر في الأسرة ممكن ما يجيش، يعني بيبقى اتنين يبقى إخوات، واحد عنده السكر والتاني لا، والأسرة كان بيبقى عندها هيستوري في العيلة، ممكن يتغير الجين بعد كده بسبب الأكل، دي حقيقة الجين يتغير بسبب الأكل، وكمان الجو نفسه وطريقة الحاجات المواد الحافظة اللي موجودة في الأكلات اللي بناكلها من المقرمشات والكلام ده كله، دي ممكن تساعد إن أنا أتعرض لأمراض، وخصوصا مرض السكر وأمراض القلب والكوليسترول العالي. المقرمشات اللي مليانة صبغات والولاد بيقبلوا عليها، أيوة. صيني ومحمص ومشمس وألوان والحاجات دي برضو صحيا بتصيب الأطفال بحاجات كتير جدا. مظبوط مظبوط يا هاني، لأن أنا باخد منه بكميات، والولد أو أولادنا بياخدوا منه كيس، لا عايز أخد التاني، ودلوقتي الكيس اللي هيبقى بدل ما ياخد بكيس صغير هياخد أبو 7 جنيه هياخدها أبو 10 جنيه وهيبتدي ياخد كميات أكتر. دكتور إحنا مفروض ناكل بروتين قد إيه في الأسبوع؟ إيه بصي حضرتك، إحنا المفروض إن إحنا في الوجبة اللي هي مثلا وجبة الرئيسية هناخد في حدود 100 جرام كل يوم. اكل بروتين يستحسن، لان البروتين صحي، لان في حاجه اسمها امينو اسيد. الامينو اسيد دوت متقسم بيجي من البروتين، في حاجات حاجه اسمها اسينشال وحاجات نون اسينشال. الاسينشال يعني ايه؟ يعني اللي انا ما اقدرش اخدها من اي حاجه تانية غير من البروتين. طيب ليه كانوا زمان المصريين بياكلوا بروتين اقل الصحه كانت احسن؟ الحركه، الحركة كتير، المجهود أكتر، بيزود الكتلة العضلية، لما بيزود الكتلة العضلية صحيا ومناعته بتبقى أقوى. لو أنا أكلت يا دكتور 3 أيام بس مرة قطعة فراخ، سمك، لحمة، والباقي بقى بيض وحاجات نباتيه بروتين، طب ما هي هياها، ما هو الفراخ والسمك، ما انا مش هاكل 7 ايام. حضرتك فراخ سمك لحمه بيض في الاخر اسمه ايه؟ اسمه بروتين، بيتحلل اللي جوه الجسم. مش كل يوم أمينو بس أسد. مش كل يوم لحمه، مش لازم. مش قال كده، لكن انا ممكن انوع بقى، يعني ممكن اخد بروتين حيواني مع بروتين نباتي. طب ما في ناس نباتيين كتير طبعا وبيبقوا صحيين، ان كان انا عندي اعتراض على الكلام ده، لان النباتيين كأنواع، لكن اللي انا هبقى حاجه اسمها فيجن اللي هو ما بياكلش اي نوع من ولا جبن حتى، ده بيقلل في فيتامين بي 12 واللي هو مسؤول عن الاعصاب ومسؤول عن الرعشه والكلام ده كله، فانا هبقى خطر، فلازم اخده عن طريق الحقن مثلا. فده الناس اللي هم الفيجن ما انصحهمش ان هم يبقوا على طول، لازم ياخدوا حقن وتبع اشراف طبي برضه. طيب هل ما اخدش بروتين حيواني كتير والدنيا بقت غاليه وهنعمل ازاي؟ لا، احنا ممكن ننوع بقى، ممكن بروتين نباتي وممكن بروتين حيواني، يعني رجعت تاني للفول والكشري والعدس والحاجات الحلوة. استاذ محمد، يعني خلينا نختم مع حضرتك ونقول انه المصري القديم كان هو اصح واحد فينا. لا، اصل ده بنا اهرامات، يعني هي المساله حتى مجهود جبار. يعني المساله احنا عندنا، يعني احنا شايفينها عملي يعني دي مش نظريات. يعني انت لما بتشوفي حضرتك هو ايه المنتج بتاعه، يعني ايه اللي بيفضل من بني ادم. يعني الفنان، احنا بنعرف الفنان قيمته من ايه؟ من اعماله اللي بيسيبها. فنفس المساله، انت ده سايب اهرامات، ده سايب الهول، ايوه، ده سايب معابد، لو كل جبل من الاكل هيروح. ففي النهايه انت لما بنشوف المومياوات في المتحف نحيفه، نحيفه، فطبيعي يحرق اي حاجه. ده هو الحجر ده اللي احنا لحد اللحظه دي مش عارفين هو طلع ازاي. خد بالك الاشياء المدنيه كمان واقبال الناس والاعلانات بتاكل اكتر، فهو بيحط في معدته حاجات زياده عن اللي. لا، والتوقيتات. انت في النهايه كان غروب الشمس بيعني انتهاء اليوم. صحيح، وبالذات كان النظام الريفي هو احسن نظام بالظبط، والصحيان مع اول ضوء. وده الاهم، ان احنا حتى كصحيا يعني نختم اخر وجبه الساعه 8. لا بصي حضرتك بقى، عشان حكايه النظام المتقطع والكلام ده كله ده مش مظبوط، لانه بيقلل الكتله العضليه. انا هرجع الساعه 12 وجوعتوني هاكل حاجه من الحاجات اللي شفتها دي. لو كلنا من اول ما نصحى لغايه ما ننام مش هنزيد في الوزن، من اول ما نصحى لحد ما ننام. ايوه، ربنا يخليك يا دكتور. ايه يعني انا هروح اكل كويس؟ لازم لازم، بس ما ناخدش بروتين، بس ناخد بروتين، بس مش زي فريد شوقي. زي فريد شوقي ده اكيد. خلينا نتفق، وانا هتفق معاك جدا، بانه ايوه انا احب يكون في هويه مصريه معروفة للأكل وللأجيال،
صحيح. فلما ابني ياكل الطعميه دي مصريه بتاعتنا صح. ومفيش مشكله ناكل كل حاجه بس نبقى عارفين ايه اكل بلدك. انت بتاكل ايه؟ دي شخصيه على فكره زي ما عنده شخصيه. فانت من الناحيه التاريخيه عايزه يعرف هو بياكل ايه بالظبط وهي بتاعت مين. وحضرتك عايزه ياكل اكل صحي صحي بتأنه ياكل كل حاجه بس ياكلها بشكل صحي. ايوه مظبوط كده. وياكل كل الثقافات ويشرب ميه كتير اهم. ما بيشربوش ميه كتير خطر جدا. بشكركم جدا. بشكرك دكتور هاني. شكرا جزيلا دكتور هاني جبران استشاري التغذيه. بشكرك شكرا جزيلا. وطبعا الاستاذ الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد توفيق بشكرك شكرا جزيلا. وعايزه اقول لحضراتكم انه الاكل ده المصريين بيفتحوا نفس بعض وعشان كده افلامنا دمها خفيف. انا شخصيا حبيت الويز والبطه. عارفين الفيلم بتاع الزوجه الثانيه دي ويز يا عمد؟ من ساعتها بحب جدا المشهد ده وحبيت الويز من ساعتها. عندي فقره لطيفه جدا بعد قليل مع الفنان ويعني امير شاهين. امير الحقيقه بيعمل دور حلو جدا وعنده مشاكل بيساعد فيها الستات والرجاله علشان الراجل لو حب يتطلق مراته يعمل ايه. هنشوف ايه الحكايه مع امير شاهين وايه اللي وصله لاحمد فهمي في الفيلم وحاجات كتير جدا في انتظاركم بعد الوجبه الصحيه دي. هنختم الفقره الجايه مع الفنان امير شاهين. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. شكرا جدا. فنان امير شاهين شفته قد ايه من وهو صغير؟ يعني لسه بقول يعني اتولد جوه بلاتو يعني هو ملوش ذنب. يعني طفل صغير طلع لقى نفسه بيمثل امتى ازاي؟ ممكن نقول ابن الوز عوام بس ده ابن اخت الوز عوام هو عوام غصب عنه. خليني ارحب بيه. مساء الخير يا امير منورني في التاسعة. مساء النور. ميرسي. انا اللي مبسوط ان انا موجود مع حضرتك. مش معقول انت اتولدت في جوه استوديو كنت صغير قوي. انا اول حاجه عملتها الامير الصغير اللي جابه منه اول مشهد ده كان عندي 5 سنين. يعني انت حتى ما كنت يعني رايح بقى الاستوديو مش عارف بس كنت عارف انك بتمثل. طبعا وكنت حابب الموضوع جدا أوي. يعني وكان مسرح اول حاجه الامير الصغير دي كانت مسرح كان عرض اليوم واحد هنا في مبنى التلفزيون. كان عرض لمدة يوم واحد كانت بتحضره حرم الرئيس ووزير الإعلام وقتها ده هنا في وده أول مشهد هنا كان دي مصنع الشوكولاتة مش الأمير الصغير. دي مش الأمير الصغير هي الأولانية. هم اتعملوا ثلاثة. أول واحدة الأمير الصغير مع الأستاذ سمير غانم والتانية كانت مصنع الشوكولاتة مع الأستاذ أبو بكر عزت والتالتة كانت السيرك مع الأستاذ حسن يوسف. كان بيبقى عرض لمدة يوم واحد يوم عيد الطفولة. فكنت انت عندك شغل البدايه صح عندك شغل من 5 سنين ده حقيقي في البلاتوهات وشفنا لك حاجه كان حسين فهمي يعني انت طبعا فيلم شيطان من عسل مظبوط مأثر ده على طفولتك لانك كمان موجود في بيت فني وحواليك وسط فني. يعني انا عايز اعرف انت جوه المدرسه كنت يعني حاسس انك مشهور ولا طفل عادي ولا الدنيا كانت عامله ازاي؟ احلامك كانت ايه؟ لا هو انا طبعا من وانا صغير كنت معروف طبعا جدا لان يعني هو طبعا اياميها ما كانش فيه غير القناه الاولى والثانيه فكل الاطفال لو ما صحيوش يوم الجمعه الصبح يتفرجوا على ماما عفاف وكانت بتعرض المسرحيات دي ما كانوش هيشوفوا حاجه ثانيه للاطفال. طبعا فالحقيقه كل الاطفال كانوا عارفيني يعني كل زمايلي في المدرسه وكده مشهور من سن صغير كانوا عارفيني طبعا. هرجع لها لان دي نقطه مهمه طبعًا. كمان في التكوين بس عايزه ابارك لك على الدور اللي الناس راحت السينما في العيد وشافوا دورك في مستر اكس. الحمد لله. واعتقد دي اول مره بتقدم الكوميديا بالشكل ده وان الناس ترجع تطلع وتقول لا امير شاهين عمل دور حلو. مظبوط ده حقيقي. انا بقالي شويه ما عملت السينما يمكن كانت اخر حاجه فيلم ريجاتا والحمد لله انا مبسوط جدا برد الفعل طبعا بتاع مستر اكس. كنت بتساعد مستر اكس في انه يطلق الستات للاسف يعني. بس انا في الاخر يعني انا بعمل فيه مقلب في اخر الفيلم. بتعمل فيه مقلب في بعمل فيه في مقلب في اخر الفيلم يعني هو اللي بيكشفه وهو اللي بيطلع كل حاجه بس يعني هتبقى مصير الستات في اخر الفيلم طبعا عشان اللي ما راحوش يروحوا يعني. مظبوط. طيب يعني الدور ده ازاي اتعرض؟ يعني انت ما بتعملش كوميدي، مين اللي قال لك تعالى يا امير هنعمل فيلم كوميدي هتبقى معانا في دور كوميدي؟ الحقيقه اللي قال لي ده صديقي واخويا احمد فهمي. احمد فهمي صديقي جدا من زمان من عمري يعني وعلى طول بنخرج وبنتقابل وبنقعد مع بعض وكده ودايما يقول لي انت لازم تعمل كوميدي، فانا اقول له لا انا ماليش في الكوميدي ويعني عمري ما جربت ان انا اعمل حاجه كوميدي يعني. فقال لي بص انا مصمم وانت لازم تعمل حاجه كوميدي وكلمني فعلا في مره وقال لي امير عدي عليا في المكتب. فقلت عادي رايح اقعد مع صديقي يعني فعديت عليه في المكتب فعلا
فقعدنا واتكلمنا وكده، ولقيته بيقول لي بص انا عندي دور والدور مفاجاه في الفيلم وكده وانا عايزك معايا. فقلت له فهمي يعني الحقيقه انا خايف جدا ومرعوب، لان انا بشوف ان تمثيل الكوميدي هو من اصعب التمثيل. صحيح، يعني الواحد ممكن يبكي الناس، ممكن يبقى شخصيه عاديه او كده، انما فكره اني اضحك او ما اضحكش دي يعني دي شعره وشعره ما فيهاش هزار، وتمثيل صعب جدا الواحد يبقى على سجيته وتلقائي وفي نفس الوقت دمه خفيف ويضحك الناس، فدي مش حاجه سهله طبعا. فبس الحقيقه لقيت منه تشجيع كبير جدا، وطبعا كان فيه طبعا يعني هو كان اوريدي متفق مع الحاج احمد السبكي والحقيقه كنت لاقي دعم منهم كلهم، محمد انور واسس والاستاذ احمد عبد الوهاب المخرج، يعني لقيت دعم منهم كبير جدا. الخط ده هياخدك، ما هتعيد بقى التجربه، ممكن نشوفك في دراما تلفزيونيه، فيلم تاني، حبيت أتمنى تخش في انا الكوميدي. حبيتها جدا بصراحه يعني، أن انت تبقى بس انا عشان بقول لك يمكن كل اللي حواليا المجموعه هم محترفين كوميديا، فالحقيقه ساعدوني كتير جدا يعني، وقفوا معايا كتير وساعدوني وشجعوني جدا على ده. فالواحد لما بيبقى مرتاح في وسط الناس اللي هو معاهم بيطلع اللي عنده يعني. اكيد الهام شاهين كانت مفاجاه الفيلم. ايه اللي خلى الهام تظهر في اخر الفيلم؟ دي كانت مجامله الامير ولا هي الهام بتحب تساعد السينمائيين اصلا؟ الهام اصلا بتحب تساعد طبعا السينمائيين، ولكن هو الإفي في آخر الفيلم يعني مش عايزين نحرقه لأن الفيلم لسه في السينما طبعًا. عايزين الناس كلها تشوفه. هو مرتبط بيا أنا وإلهام، هتظهر في الفيلم يعني هو مرتبط بيا أنا وإلهام الإفي في آخر الفيلم يعني. إلهام بقى لما بتشوف الأفلام دي بتقول لك نصايح ولا؟ أنا شفتكم طبعا مع بعض، أنت إيه ما بتسكتش أصلا، أنت طول النهار أنت اللي بتنصحها العكس، بس خبرتها كبيرة وكده بتسمع طبعًا. منها يعني من وانت عندك 5 سنين واخوها الصغير، فانت يا حرام اكيد طول النهار كل اللي حواليك بيدوك نصايح. ده حقيقي ده حقيقي، وانا بالعكس انا بحب ان انا ارجع لها طبعا بحكم خبرتها في المجال ده، اكيد هي عندها خبره كبيره جدا طبعا. فبالعكس الواحد يتمنى دايما ان يبقى في حد ينصحه ويديله خبره. انت والهام اهو اكيد يعني. كوبي يعني الهام بشعر والهام غير شعر، شبه بعض بشكل فظيع يعني. طيب افلام العيد كان فيها منافسه شديده وكلها خليني أقول عنوان كبير فيها طابع اللايت الكوميدي اللذاذة الفانتازيا كان غالب على الأفلام بشكل. شفت مزبوط. المنافسة إزاي والأرقام عاملة إيه؟ أنا شايفها منافسة صحية جدا جدا جدا. أعتقد الناس يعني إيه كانت محتاجة أنها تفك عن نفسها شوية، تضحك من ضغوطات الحياة ومن الكلام ده كله، فأعتقد الناس كانت مستعدة لأنها تشوف حاجة حلوة. والحقيقة يعني الأربع أفلام اللي موجودين في السوق حاليا في العيد الأربع أفلام رائعين والناس مبسوطة بيهم جدا، وكلهم يغلب عليهم الطابع الكوميدي أو مش كل هم فعلا كلهم. انت شايف انه العيد كوميدي. لازم يبقى لايت كوميدي ولا ممكن يبقى فيه برضو؟ هو العيد فرحة العيد فرحة جدا فيعني الناس عايزة تفرح. فنانة صفاء بالسعود قالت لنا كده واحنا ماشيين على النهج ده بالظبط. لكن انت شايف انه ممكن كمان يبقى فيه فيلم جاد أو أفلام جادة تبقى موجودة بما انها سينما يعني في ظل طبعا لو ولا هو شباك العيد بقى كوميدي اكتر؟ هو احنا بقالنا كتير على فكره ما كانش فيه ولا كوميدي ولا غير كوميدي. ايوه يعني كان بيبقى قليل قوي الافلام اللي بتبقى موجوده في السينما في العيد وما كانتش بهذه الجوده بتاعت السنه دي. يعني اعتقد السنه دي هو من اقوى المنافسات اللي صحيح. جات يمكن في الـ5 سنين اللي فاتوا، ونجوم كلهم لزاز ودمهم خفيف جدا جدا، وكل فيلم فيه مش نجم واحد، هو كل فيلم اتفرجت على افلام اربع تانية؟ 5 نجوم لسه الحقيقه لسه. يعني كنت مسافر ولسه راجع فلسه بقى هعمل لفه سينمات ولكن طبعا اللي سمعته من كل الناس كلام اكتر من رائع عن جميع الافلام. كنت تحب تبقى في لو انت خلاص مستر اكس الافلام التانيه تحب كنت تبقى مع مين؟ كنت احب ابقى في كلهم الحقيقه، في كلهم يعني. بجد والله لان أيوه. حقيقي هو بقول لك كل فيلم في مجموعة. اختار واحد طيب دلوقتي. ما شفتش لسه عشان اقدر غير ما اختار تشوف علشان كده بالبركة. لا والله حقيقي كنت اتمنى ابقى في الاربعة يعني في الثلاثة التانيين، انا اوريدي في واحد كنت اتمنى ابقى في الثلاثة التانيين كنت اتمنى تبقى في الاربعة. السينما بالنسبة لك بتحس ان هي افضل اسرع للوصول للناس ولا الدراما التلفزيونية؟ الدراما التلفزيونية دلوقتي طبعا بقت منافس شديد جدا للسينما لأن التقنية فيها اختلفت وبقت أقرب ما يكون للسينما. احنا كل حلقة في مسلسل هي أقرب ما يكون لأنها فيلم قصير حقيقي. فبقت منافسة كبيرة جدا ما بين السينما وما بين الدراما،
واعتقد الدراما هي اسهل لانها بتخش كل بيت. صح. من خلال القنوات، يعني اللي مش عايز ينزل يروح سينما او مش فاضي او الكلام ده، بقى في منصات كمان كتير جدا يقدر ان هو يتفرج على المسلسل من خلالها في وقت فراغه، في وقت هو اللي هو عايزه، ومش بالضروره تبقى معروضه على القنوات الرئيسيه، موجوده في المنصه خالص. موجوده على المنصات، سواء المنصات المصريه او المنصات العربيه او العالميه، يعني ده بقى متاح وسهل جدا. امير، السنوات الاخيره انت عملت شويه تنوع مختلف، يعني رغم انك بادئ من وانت صغير، لكن معرفش وجودك قوي جوه الوسط معرفش يعني فادك ولا ضرك احيانا، لكن السنوات الاخيره انا شايفه ان انت عملت تنوع ما بين عدد من المسلسلات المختلف، بدا يبقى في تكوين لشخصيتك انت منفرد يعني. مظبوط، ده كلام حقيقي. يمكن وانا صغير يمكن انا كنت من اوائل هنقول الاولاد الفنانين او العائلات الفنيه. صحيح. اللي يظهر على الساحه. انا بمثل من عندي 5 سنين وانا صغير اشتغلت كتير جدا، عملت افلام يعني البلاتو طول عمره مش غريب عليك ابدا. خالص خالص بالعكس. انت جيل مين يعني جيل مين بقى؟ ما فيش جيل، انت بادئ صغير قوي. انا بادئ صغير قوي. بس مين بقى لما مين بقيت كشباب كان معاك؟ اعتقد جيل انا واحمد الفيشاوي واحمد رزق وهاني سلامه ويعني كنت انت بادئ كمان وانت صغير أكثر. وانا كنت بادئ من وانا صغير، هم يمكن بداوا على كبر. أيوة. انا كنت بادئ من وانا صغير ولكن توقفت شويه، كان لدراستي لاني كنت سافرت امريكا درست طيران مدني ورجعت. ورجعت، فيمكن كان ده التوقف. فانا كنت من اوائل الناس اللي ظهروا، وبعدين علشان من كتر الشبه اللي بيني وبين الهام، فمن اول ما رجعت من امريكا بدانا يعني بدا اللي يتعرض عليا ادوار ابن الهام. أيوة. معظم اللي مش هنقول معظم، بس عملت مثلا 4-5 مسلسلات ابنها. أيوة. فالناس كلها قالت لك الله ما هو بيمثل عشان خاطر اخته. ايوه صح. وكنت بتهاجم كتير جدا. بتبقى ظلمة احيانا طبعا، يعني بتبقى ظلمة، عايز طبعًا انت تطلع بره المنطقه دي. مظبوط. يعني شوفوني لوحدي يعني. ولو ان الحمد لله يعني المسلسلات اللي عملتها مع الهام دي الناس كانت بتبقى مبسوطه. صحيح. والدور حلو والكلام ده كله، ولكن فكره ان ابن فنان او من عيله فنيه دي ما كانتش مقبوله قوي ساعتها. ولكن هو ده رغم ان هي غصب عنك انت مولود جوه. هو ده الطبيعي، اللي ظابط ابنه بيطلع ظابط، الدكتور ابنه بيطلع دكتور، طيار ابنه بيطلع طيار. لا، هو الواحد وانت بيتأثر يعني بالبيئة اللي حواليه طبيعي. يعني مراحل طفولتك وشبابك على الشاشة. مظبوط. فانت مزبوط. هتروح فين مزبوط. يعني مظبوط، ده حقيقي. طيب الحاجة التانية برضو خليني أقول لك مبروك إنك بقيت أب كمان. الله يبارك فيكي. وبقى عندك بنت حلوة مريم. أنا عندي مراد ومريم، هو اللي الناس ما تعرفوش. أنا مراد. عندي مراد سنة ونص. إحنا ليه فاهمين إن مريم بس؟ هو كل الناس فاهمة إن مريم، لأن مراد جه حبيبي كان وقت الكورونا والكلام ده. فأنا الحقيقة يعني حتى ما أعلناش والكلام ده كله. بحرف الميم؟ شوية. إلى حد ما ده حقيقي. ده حقيقي. فبقيت اب لمراد ومريم. مراد ومريم مظبوط. غيرت فيك حاجه الابوه؟ خلتك تشوف كتير ايه؟ كتير يعني لا يعني ادتني احاسيس انا عمري ما حسيتها قبل كده. ولو ان انا دايما بقول ان انا حسيت احاسيس الابوه مع اولاد اخويا ومع اولاد اختي، لان هم قريبين مني. انتوا كمان عايشين في عيله، جو عيله مظبوط دايما. مظبوط. وهم قريبين مني جدا. ايوه. لكن الحقيقه الواحد لما جاله اولاده. أيوة. لا الموضوع مختلف. اصل انت كنت خال او عم. مظبوط. مختلف غير مزبوط. انك تبقى بابا. مزبوط. يعني مظبوط. فالقلق بقى وال قلق جدا. لا وبالعكس، غير القلق احاسيس حلوه جدا، حاجه يعني انا ومراد السنه ونص ده انا وهو صحاب جدا يعني. أيوة. عاملين بوند خطير يعني. زوج مساعد ولا زوج مدلع ولا مساعد في حاجات وحاجات؟ ايه بقى؟ عشان برضو ما بقاش كذاب يعني. ايوه. لا يعني انا مش هعرف اكل واغير واعمل الكلام ده كله. أدلع. لكن انا ممكن ادلع، الاعب، انيم، ما عنديش مانع، اشيل لو وقع يعني الحاجات دي. لكن في حاجات الحقيقه ما حدش يعملها غير الام. انا بشوف كده وانا اتربيت كده يعني. انا في حاجات معينه هي الام في الاول وفي الاخر، مهما يكون الاب طيب وحنين والكلام ده كله، ولكن في الاخر الطفل هيبقى محتاج لامه. اكيد. في حاجات أكيد. كتير يعني الام اهم بكتير. أيه. شايف ازاي الوسط يعني الانتاج التلفزيوني بقى مختلف والانتاج السينمائي كمان بقى مختلف، يعني النظرة دلوقتي للعمل بقت مختلفة، انت شايفها ازاي؟ لسه عندك فرصة برضو، لان انا عارفة ان انت بتحب تفاجئ وتغير، وكنت مع الهام في فترة في مسألة الانتاج كمان، عندك خبرة. مظبوط. كبيرة. مظبوط. فشايف الدنيا ازاي؟ يعني شايف احنا رايحين فين؟ والله بالعكس، احنا زي ما قلنا الـ 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 الانتاج التلفزيوني او المسلسلات بقت مهمة جدا اعتقد في حياتنا يعني.
والمنصات ساعدت على ده كتير، لان زي ما بقول لك كل واحد يقدر يتفرج على اللي هو عايزه في وقته الخاص. مش زي زمان الواحد هيستنى صحيح. المسلسل الساعه 8 لو ما شفتوش مش عارف اتفرج عليه تاني. على فكره يعني طبعًا. انت في المنصه بتشوفه بينجح، بينجح بنفس جداً. النجاح يعني جداً. فما بقاش فارق انه انا اصل المنصات بقت في كل بيت يعني. هو انت دلوقتي اي تلفزيون الواحد بيشتريه خلاص المنصه عليه موجوده المنصات. بقى في اجهزه بتنزل المنصات دي حتى لو بالزبط. تلفزيونك مش هل سمارت. هل هنا دراما رمضان هتختلف على الشاشات الكبيره ولا هيفضل رمضان ليه الوهج بتاعه؟ لا رمضان طول عمره هيفضل ليه الوهج بتاعه زي ما بتقولي، وليه رونقه وكده، وكل مسلسلات رمضان بتتشاف يعني. حتى لو الناس مش حابه المسلسل قوي بس برضه هتتفرج عليه. فالحقيقه مسلسلات رمضان مهمه جدا جدا جدا، والناس ما تقدرش تستغنى عنها، ولا الفنان على فكره طبعا. يعني اي فنان يبقى محظوظ ان هو يبقى موجود في مسلسل في رمضان. انا بشوف ده يعني اكيد. الفنان دلوقتي بقى اكتر حظ لانه السوشيال ميديا بتساعده، سبوت عالي، يقدر يكلم الجمهور على السوشيال ميديا، يقدر يحط اخبار، يقدر يغذي نفسه اكتر، ولا هي مرهقه اكتر؟ ايه انت عشت الزمن ده والزمن ده؟ اعتقد يعني طبعا اللي كان بينجح زمان ويبقى ظاهر والناس تبقى عارفاه ده، فده حد الناس تقول عليه كويس او بيبقى محبوب. انما دلوقتي هو في ناس بتظهر وهم الحقيقه ما عملوش حاجه، لكن هم نجوم على السوشيال ميديا بالزبط. وليسوا نجوم في الفن، والناس ما بتبقاش هي برضو الناس بتحبهم بس هي مش عارفه هم عملوا ايه خالص. هو شايفه بيشوفه طول الوقت موجود قدامه على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى تويتر وعلى مش عارف ايه والكلام ده كله. ولكن هي في الاخر انا بشوف الحقيقه ان معظم الحاجات اللي بتنزل على السوشيال ميديا فيك. يعني الواحد يقعد يصور ومش عارف ايه ويعمل ايه ده فيك. دي مش الحياه الحقيقيه اللي البني ادم عايشها. فانا بشوف ان السوشيال ميديا دي سلاح ذو حدين الحقيقه. لكن ما تقدرش ان هي تضيف لك في الزمن اللي احنا فيه، تعمل لك ايقاع اسرع. لا هي دلوقتي بتضيف وتوصلك للناس اسرع، او لو انا عايز اوصل للناس ان انا بعمل العمل الفلاني هوصل لهم ده اسرع بكتير من زمان. في زمان العرض الخاص بتاع مستر اكس كان في انطباعات كتير وانت كلمت الناس كتير جدا وانتشرت في السوشيال ميديا، هل ده ممكن يخلي الناس تدخل الفيلم اكتر لما تكلمهم ولا مش بالضروره؟ لا اعتقد انه بقى محفز جدا. الناس لما بقت تشوف حاجات على السوشيال ميديا سواء اعلان مطعم مش لازم للفيلم صحيح. بتاعنا احنا، بس اعلان مطعم مثلا شكله حلو او حد بيتكلم عن اكله حلوه في مكان معين او اميوزمنت بارك وات ايفر على يعني اللي بيتكلموا عليه، الناس بتنجذب له وفي ناس كتير بتروح تشوف ده ايه صحيح. فاعتقد ان طبعا لا هي بقت منصه تواصل مهمه جدا مع الجمهور، ان الواحد يعرض عليها شغله، انا مش لازم اعرض عليها حياتي الشخصيه بس صحيح. ولكن بس هي انت مهمة. نفسك انه يبقى فنان حقيقي يعني ما يبقاش مجرد لأن بنتصور بس. طب انت في عملت في ايه بس في ناس يقول لك اصله نجم سوشيال ميديا. يعني ايه نجم سوشيال ميديا بالزبط. يعني هو ما بيشتغلش حاجه وما هواش فنان، ما بيقدمش حاجه غير انه مثلا بيتصور في مكان حلو، بيتصور في مطعم حلو، في سفريه حلوه. طب وبعدين اوكي لطيف ان احنا نشوف ده أيوة. شكرا ان انت بتورينا شكرا. مكان حلو او أيوة. حاجه من الكلام ده، ولكن هي منصه تواصل ما بين الفنان الحقيقي والجمهور لعرض شغله صحيح، او للتنويه عن شغل جاي او للكلام ده كله. كواليس كانت عامله ازاي في مستر اكس مع احمد فهمي وهنا الزاهد؟ دي كانت عسل كانت عامله ازاي؟ اخدت وقت قد ايه وصورته فين هو الفيلم الحقيقه خد تحضير كتير جدا، وده اللي الحمد لله خلى الفيلم يظهر بالشكل الرائع اللي احنا يعني اللي الناس شافته يعني. خد حوالي تحضير سنه وقعدنا نصور حوالي شهرين او حاجه، فهو خد وقت، ولكن في الاخر الحمد لله العمل طلع بجوده جيده جدا 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 يعني. كنت متوقع ان الناس تقول لك على دورك انك عامل شغل حلو؟ انا كنت خايف جدا الحقيقه انا كنت خايف جدا، ولكن زي ما قلت لك في الاول هم كلهم الحقيقه شجعوني وكنا بنقعد مع بعض على كل مشهد. الهام قالت لك ايه بصراحه؟ اما شافت الفيلم؟ اما شافت الفيلم الهام ما كانتش مصدقه، قالت لي طب ما انت كويس اهو، امال ايه بعد يعني بعد كل ده؟ ما انت كويس اهو يعني دمك خفيف وكده فالحمد لله انا الحقيقه مبسوط جدا برد الفعل اللي جالي من الفيلم ومن ردود افعال الناس حتى في الشارع، والناس بيقابلوني بيقولوا لي مستر اكس وبتاعه وكنت لذيذ وكده. فالحقيقه انا اتبسطت جدا جدا، وده يرجع لفضل الحقيقه كل الناس اللي كانوا حواليا واللي ساعدوني ووقفوا جنبي فيه. مين المخرج اللي موجود دلوقتي وانت ما اشتغلتش معاه بس انت حاسس لو اشتغلت معاه هيطلع منك امكانيات مختلفه؟
والله طبعا هو في مخرجين كتير، احنا عندنا دلوقتي مخرجين عندنا مخرجين عبقرة عظام وعبقرة ورائعين، الجيل الجديد كله الحقيقة الجيل الجديد عينه طبعا مختلفة. طبعا طبعا عينه مختلفة وتقنيته مختلفة وكل صحيح. حاجة فالحقيقة لا هو مش مخرج واحد اللي انا عارف انه ممكن يطلع مني حاجة، بس لا في مخرجين كتير انا متأكد ان انا لو اشتغلت معاهم انا يعني هقدم حاجة تانية. مين لما انت بتشوفه بيعجبك وتقول لا انا اكيد هبقى مختلف مع المخرج ده؟ يعني مثلا كاملة ابو ذكري طبعا، انا متاكد ان انا مع كاملة، كاملة صديقتي جدا على فكره، ولكن عمرنا ما حالفني الحظ واشتغلنا مع بعض. استاذه كاملة انا بشوف ان هي عندها مانجمنت للممثل خطير، ودي مش حاجه موجوده في كل المخرجين، يعني كل المخرجين صحيح. مش كل المخرجين يعرفوا يوجهوا ممثل. طبعا بيوجهوا كل حاجه، ولكن في مخرجين هو يقعد يطلع اللي جواك، يعني يقعد معاك قبل المشهد يقولك انت هنا حاسس بكذا وفي كذا ومش عارف ايه، فيطلع حاجة او يفتح دماغي لسكة او حاجة انا ما كنت شايفها. فاعتقد ان الاستاذة كاملة عندها الحتة دي طبعا مهمة جدا. انا اشتغلت مع مريم ابو عوف وانبسطت جدا طبعًا. جدا ومريم عندها تفاصيل انسانية جدا جدا كتير حلوة جدا. اشتغلت مع محمد سامي وعملت دور انا ما كنتش اتخيله في فيلم ريجاتا، كنت أيوه. كنت صح. طالع عبده سفريات صحيح. ولد يعني كان سيء جدا أيوة. يعني بيبيع اصحابه كلهم وعشان خاطر الفلوس والكلام ده كله، عملت معاه دور رائع جدا، وانا متاكد ان انا لو اشتغلت معاه تاني محمد سامي بالذات هيطلع دراما. مني دراما في الدراما ما انا بتكلم في الدراما هيطلع مني انا متاكد حاجه تانية خالص. وطبعا في مخرجين كتير انا مش عايز انسى حد، ولكن في مخرجين كتير طبعا موجودين انا متاكد ان انا لو اشتغلت معاهم هبقى مختلف. طبعا الجيل بتاع إلهام، ليلى علوي مع كل الألقاب، هلا صدقي، الجيل الجميل ده قدم مشوار طويل وحلو. تفتكر أنه هم بقوا مظلمين لأن ما بقاش في كتابة للأجيال دي بشكل مختلف؟ مش هنقول مظلومين، لأنه طبعا يعني الجيل بتاعنا أن أنت تستفيد أكتر من إمكانياتهم. يعني طبعا طبعا هم كان عندهم ميزة أن هم اشتغلوا مع كل الممثلين الكبار القدام وعملوا حاجات كتير، كمال الشناوي يعني مع حفظ الألقاب طبعا، أستاذ كمال الشناوي، أستاذ فريد شوقي، مع أسامي قوية جدا وكبيرة، فهم تعلموا منهم. صحيح. إحنا لما بدأنا قليل مننا اللي اشتغل مع الجيل طبعًا. الكبير طبعًا. اللي قبلنا عشان نتعلم منهم. فأنا بعتقد أن بالعكس إحنا جيلنا مظلوم، لأن إحنا اتعلمنا يعني إحنا ظلمنا طبعا شوية طبعًا. ولكن هم مظلومين في إيه؟ هم مظلومين ان مشاكل العصر اللي الناس بقت بتكتب عنها او اللي بقت تهم الناس بقت معظمها مشاكل الشباب. صح. فما بقاش هل لازم هم ينتقلوا لمراحل اخرى او ادوار اخرى؟ هم اوريدي عملوا كده. هم اوريدي عملوا كده وبيشاركوا معظم الشباب. صحيح. وكده كده اي حاجه ليها علاقه بالشباب اكيد بيبقى فيه دور للاكبر مننا، سواء لام، سواء لحد بينصح، سواء للكلام ده كله. فبالعكس هو مهما احنا نبقى موجودين هم اكيد موجودين معانا. طبعا هم بينوروا يعني وجود هلا صدقي في جعفر العمده خطيره. هلا كانت عامله دور اكتر من رائع يعني. طبعا واعتقد انه انا بشوف ان الاجيال لما بتدخل مع بعض بيطلع فن احلى. مظبوط. هلا يعني صدقي كانت من اهم عوامل النجاح لمسلسل جعفر العمده. صحيح. ده حقيقي يعني. اشتغلت مع هلا؟ اشتغلت دول بالنسبه لك خالاتك يعني؟ طبعا. لا يعني هلا دي خالتك يعني ليلى وخالتك هلا يعني اختي برضه. أيوة. وهلا اختي و... أيوة يعني احنا عيله يعني حقيقي. هلا وليلى وكده ويسرى وبتاع طبعًا. احنا عيله. فيعني انا طول عمري متربي في وسطهم وفعلا بعتبرهم اخواتي اشتغلت الكبار. اشتغلت مع حد فيهم؟ اشتغلت مع هلا وانا صغير في مسرحيه السيرك. ايوه سوري مش سيرك، الامير الصغير. الامير الصغير كانت هي عامله الثعلب وانا كنت الامير، وهي دي المره الوحيده اللي اشتغلنا فيها مع بعض. دي المره الوحيده. المره الوحيده من سنين. وليلى من... ليلى اشتغلت معاها مسلسل مش رمضان اللي فات اللي قبله. ايوه. وبس يسرى للاسف ما حلفنيش الحظ رغم كل السنوات دي خالص للأسف. بس اظن انت وجودك معاهم في نوع من انواع الراحه، يعني انت ما عندكش برضو رهبه ان انت ما تعرفهمش او مش قريب منهم، يعني دي مكسوره بالنسبه لك؟ مكسوره، ولكن احنا جوه الاستوديو هم بالنسبه لي الاستاذه ليلى والاستاذه يسرى والاستاذه هاله ليها رهبه طبعا. بالعكس استاذه الهام اخبارك؟ واستاذه الهام الهام انا يعني الهام لما كنت الهام كنت بشتغل معاها كنت بترعب وانا رايح الاستوديو، لان الهام بقى اكتر واحد هتيجي عليه انا يعني بغض النظر عن بقيه يعني الناس. يعني انتوا بتبقوا ساعات موجودين في البيت بتراجعوا مع بعض ولا كل واحد لوحده؟
كل واحد لا لا طبعا لو في مشاهد مهمه طبعا بنقعد نتناقش فيها ونتكلم فيها والكلام ده كله، النهاردة ولكن اول ما بندخل البلاتو او الاستوديو تنزلوا مع بعض ولا لا؟ لا 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 كل واحد ممكن ايام ننزل مع، بس ده قليل لان هي ممكن يبقى شغلها قبلي انا بعدها بتاع لكن لو بادئين مع بعض لا ممكن نروح مع بعض، ولكن بندخل لازم كل واحد فينا، انا يعني ما اتكلمش بتكلم عن نفسي، لازم ببقى حافظ وعارف كويس قوي انا هعمل ايه. بتبقى مرعوب عشان هي الهام شاهين، ما هي مش اختك بقى هنا طبعا في وقت الشغل، هي بالنسبه لي مش اختي خالص. هي بالنسبه لي الاستاذه الهام شاهين. أيوة. او ايا كان منهم. أيوة. من الاساتذه الكبار طبعا، اول ما بقف قدامهم في بلاتوهم بالنسبه لي اساتذه كبار طبعا. انت في الادوار، انت عملت كذا دور مع الهام، امتى من الادوار هي اتخضت يعني كنتش متوقعة انك مثلا تعمل الدور كده او انك تقول الجمل كده، يعني امتى حصل ده؟ يمكن في حاجات كتير، بس يمكن كان في مسلسل اسمه امرأة من نار، طبعا كنت طالع ابنها وبتبدل الولدين والولد بيتمرد عليها وبتاع، فيمكن ده كان من المسلسلات اللي هي تفاجئت يعني بتمثيلي قدامها فيه. لكن برضو صعب ان انا يعني اختي تبقى معايا في البيت لكن جوه البلاتو هي طبعا هي النجمة. طبعا 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 ده اكيد. في اي اعمال قادمه؟ في شغل جاي ان شاء الله؟ ان شاء الله يعني احنا لسه مخلصين اهو مستر اكس وكده، فيا رب ان شاء الله قريب يبقى في حاجه. العيله تانية. كلها شافت الفيلم ولا مش كلهم؟ العيله لا كلهم طبعا راحوا معايا السينما. إجباري. طبعا لا والله هم بالعكس هم اللي كانوا عايزين يشوفوا، من كتر ما انا حكيت عن الفيلم وانا كنت اكسايتد بيه جدا هم كانوا متشوقين جدا ان هم يشوفوه. مستر اكس ده موجود في حياتنا؟ مستر اكس شخصيا ممكن الفكرة. يبقى الفكرة طبعا موجودة، بس هو اكيد اللي بيعمل كده بيعمله من باب الشر. أيوة. يعني مستر اكس بيعمله من باب ان احنا جايبين ان الرجالة لما بتبقى مظلومة مع ستاتها فمستر اكس هو اللي بيخرجهم من الظلم ده. والرجالة مظلومة يا امير؟ في رجالة كتير مظلومة طبعا. بجد؟ والله في رجالة محتاجين كتير افلام مظلومة. كتير يعني. طبعا لا لا ده احنا لو قعدنا اتكلمنا في موضوع الراجل والست ده يعني ده عايز حلقة موضوع تانية. لا ينتهي طبعا. انا بشكرك يا امير، نورتنا بجد، واتمنى لك التوفيق وان شاء الله نشوفك تكمل في مشوار الكوميديا باذن الله. نورتنا حضرتك جدا، وانا مبسوط ان انا كنت معاكي، شرف ليا طبعا وشرف ليا ان انا اكون موجود في التلفزيون المصري القناه الاولى. بشكرك جدا على الاستضافه دي. انت من خمس سنين قبلينا كلنا. انا متربي هنا فعلا، متربي هنا يعني اكيد في هنا ده بيتي. دورنا على الاستوديوهات هنلاقي صور ليك يعني. بشكرك يا امير ودايما بالتوفيق. بشكر حضرتك جدا، ميرسي. هنا كان دورنا النهارده في يعني وقفنا في حاجات كتير مع حضراتكم، دايما الكلام الحلو بيخلص بسرعه، لكن غدا تتجدد التاسعه والعزيزه هدير ابو زيد هتكون معاكم، اما انا القاكم باذن الله يوم الخميس المقبل. تصبحوا على خير.